طب. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أصدقائي وزملائي، مرحبا بكم في هذه الندوة الافتراضية المتعلقة بالموارد التعليمية المفتوحة وبناء القدرات، وذلك في نطاق المؤتمر العالمي Open Education Global. لأول مرة في تاريخ هذا المؤتمر ستقام ندوات بخمس لغات مختلفة وهي لغات اليونسكو. في هذا النطاق تندرج ندوتنا باللغة العربية. اسمحوا لي أولا أن أقدم نفسي. أنا دكتورة ليليا شنيتي بالقاضي، أستاذة محاضرة في الإعلامية وتكنولوجيا التعليم بجامعة سوسة بتونس، وباحثة في ميدان التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح، ومنسقة لوحدة الابتكار البيداغوجي والتعليم الإلكتروني بجامعة سوسة بتونس. كان لي شرف المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية والوطنية المتعلقة بالتعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح، وفي العديد من المشاريع البحثية بالتعاون مع العديد من الزملاء، البعض منهم موجودين اليوم، والتي تتعلق أيضا بالتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني. يرافقني في هذه الندوة زميلي العزيز الدكتور عادل بن تزيري، وهو مقرر هذه الندوة. واسمح لي زميلي العزيز أن أقدمك. الدكتور عادل بن تزيري هو باحث مرتبط بفريق بحث إردي بجامعة جنيف بسويسرا، وهو أيضا مدرس وباحث في جامعة تونس الافتراضية، وقد شغل العديد من المناصب في هذه الجامعة، وقام بتنسيق دورات تدريب المدربين وتنسيق وتصميم المناهج التعليمية التي تخص التعليم الإلكتروني في العديد من الجامعات التونسية. وهو كذلك كان من بين فريق صياغة إطار الكفاءات في الموارد التعليمية المفتوحة الذي نشرته المنظمة الدولية الفرنكوفونية بالشراكة مع اليونسكو والاليسكسو واتحاد التعليم المفتوح والجامعة الافتراضية بتونس والجامعة الافتراضية الإفريقية. زملائي الأعزاء، استسمحكم لأني قمت بتغيير طفيف جدا لتنظيم المداخلات التي ستكون لنا في هذه الندوة الافتراضية، وذلك لوجود بعض الظروف الطارئة التي طلب مني من بعض الزملاء تغيير تنظيم المداخلات. سعيدة جدا باستقبال زملائي الأعزاء من العديد من البلدان العربية، والذين هم ناشطون جدا في ميدان التعليم الإلكتروني وتعليم التعليم المفتوح. والمداخلات ستكون كالآتي: المداخلة الأولى ستكون من الأستاذ الدكتور محمد الجمني، المداخلة الثانية ستكون من الدكتور محمد كثيل الخريبي، المداخلة الثالثة ستكون من زميلتي الأستاذة الدكتورة غادة الخياط، المداخلة الرابعة ستكون من الدكتور مختار بن هندة، والمداخلة الخامسة ستكون من الدكتورة صالحة عبد. سوف نقوم أولاً بمداخلتين الأولى والثانية، ثم سنمر إلى النقاش لمدة 10 دقائق، ثم نمر إلى المرحلة الثانية التي تخص الثلاث المداخلات الباقية. نبتدئ على بركة الله بالمداخلة الأولى، وهي مداخلة الأستاذ الدكتور محمد الجمني. شكراً جزيلاً أستاذي العزيز لقبولكم تقديم مداخلة في هذه الندوة. اسمحوا لي أن أقدم نبذة مختصرة لكم. الأستاذ الدكتور محمد الجمني هو أستاذ علوم الحاسوب في جامعة تونس، ويشغل حالياً ومنذ 2013 وظيفة مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الأليكسو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حيث يشرف على تنفيذ جملة من المشروعات المتعلقة بتطوير التعليم في الوطن العربي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال كمشروع التعلم الذكي في الوطن العربي، ومشروع النهوض بالتعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة. وهو كذلك رئيس مختبر أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة الكهربائية في جامعة تونس، وقد أشرف منذ 30 سنة على العديد من البحوث العلمية وحاز العديد من الجوائز، وقد كان نشر العديد من المنشورات العلمية الجيدة جدا. أنا شفت العديد من المنشورات للأستاذ الدكتور محمد الجمني، أكثر من 300 ورقة علمية في كتب ومجلات ومؤتمرات علمية ودولية.
شكرا جزيلا دكتور محمد جمدي لكم الكلمة. اسمحوا لي أن أطلب منكم أن تكون مداخلاتكم مدة 20 دقيقة لكي نمر إلى المداخلة الثانية ثم نطرح الأسئلة التي تخص المداخلتين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة ليليا شنيتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الزملاء الكرام، يسعدني أن أشارك معكم في هذا المنتدى الهام وفي هذا المؤتمر الهام، وأود أن أبدأ بتقديم تحية شكر جزيل إلى الأستاذة الدكتورة ليليا شنيتي على تنظيمها هذه الجلسة الخاصة بالموارد التعليمية المفتوحة، وخاصة تنظيمها لهذا المنتدى باللغة العربية. وفي هذه المداخلة سأحاول أن أكون مختصراً، وسأقدم حقيقة جزئين. جزء أول يتعلق بما يعيشه الوطن العربي والمنظومة العربية للتعليم من جراء جائحة كورونا، وسأخصص خاصة التركيز على جهود الأليكسو ومبادرات الأليكسو للنهوض بالتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني للتصدي لهذه الجائحة وتداعياتها على المنظومة التعليمية في الوطن العربي. ثم في الجزء الثاني سأعرج وأقدم مشروع الأليكسو للموارد التعليمية المفتوحة، وخاصة منصة الأليكسو للموارد التعليمية المفتوحة. أولاً، هذه بناء مقر الأليكسو بتونس، وللذين لا يعرفون الأليكسو هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهي منظمة حكومية متخصصة مقرها في تونس، وتعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتعنى أساساً بالنهوض بالثقافة العربية وبتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي. وقد أنشئت المنظمة سنة 1970، يعني احتفلنا سنة الفارطة بعيد ميلادها 50، بغاية التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم. في الحقيقة، ما يعيشه العالم، كل العالم وبالخصوص وطننا العربي، من جراء تداعيات جائحة كوفيد-19 ألقى بظلاله على التعليم والمنظومة التربوية والتحصيل التربوي في كل الدول، وخاصة تقريبا في كل الدول العربية. والحقيقة كانت الأليكسو من أولى المنظمات التي بادرت بإطلاق مبادرة للتعليم الإلكتروني لمشابهة انقطاع التعليم في الدول العربية. يعني منذ انطلاق الجائحة في شهر مارس 2020 أطلقنا هذه المبادرة بالتعاون مع شركات متخصصة في مجال التعليم الإلكتروني الحديث، من أجل توفير أحدث البيئات الرقمية والمنصات التعليمية اللازمة للوزارات والمؤسسات التربوية العربية لاستخدامها في مجال التعليم الإلكتروني. هذا موقع المبادرة، والهدف من المبادرة هو المساهمة في إيجاد حلول تقنية بديلة بالاستفادة من مزايا التكنولوجيات الحديثة لمجابهة انقطاع الدراسة في المؤسسات التعليمية في الدول العربية وضمان استمرارية التعليم، كذلك من أجل تعزيز التعلم المفتوح والتعليم الإلكتروني لمجابهة انقطاع التعليم خلال الأزمات، وذلك من خلال الاستفادة من الشبكة العربية للموارد التعليمية العربية المفتوحة ومنصة رواق الأليكسو للتعليم العالي، التعليم العالي المفتوح العالي الاستقطاب، ما يسمى بالموكس، وكذلك من أجل تنظيم دورات تدريبية لفائدة المعلمين في الدول العربية، مع تقديم الدعم الفني والمرافقة اللازمة لتمكينهم من حسن استخدام المنصات والأدوات الخاصة بإنتاج وإتاحة المحتويات التعليمية. وقد قمنا بتنفيذ هذه المبادرة في عدد من الدول العربية، نذكر منها دولة جيبوتي، حيث أطلقنا المنظومة التعليمية في يونيو 2020 لتمكين أكثر من 100,000 طالب من حسابات على هذه المنصة، ودورة تدريبية متكاملة للأطر الفنية والأطر التربوية لهذه الدولة، دولة جيبوتي. كذلك قمنا بإطلاق هذه المبادرة في جزر القمر لتمكين أكثر من 200,000 طالب من التعليم الإلكتروني، وقد تم الإطلاق الرسمي لهذه المنظومة
من سيادة رئيس جمهورية جزر القمر في 2 يوليو 2020 بعدما أمننا عددا من الدورات التدريبية التخصصية لتدريب العاملين بالوزارة على حسن استخدام وإدارة نظام كلاسيرا وهو شريكنا في هذه المبادرة، وكذلك تدريب المدرسين والمعلمين وتمكينهم من أساليب التعلم الإلكتروني وإعداد وإتاحة المحتويات التعليمية الرقمية. طبعا المبادرة هي في الحقيقة أطلقناها سنة 2020، جددناها في السنة الدراسية الفارطة، وهذه السنة كذلك قمنا بتمديد هذه المبادرة لأننا نمكن الدول الراغبة في هذه المنظومات وهذه المنصات وهذا التدريب من الاستفادة من هذا البرنامج مجانا طيلة سنة، ثم مددناه إلى سنة ثانية والآن نمدده إلى سنة ثالثة بما أنه هذه الجائحة ما زالت مستمرة. الجدير بالذكر كذلك ملاحظة بسيطة هو أنه جزر القمر لأول مرة في تاريخها تعرف التعليم الإلكتروني وتجرب التعليم الإلكتروني، يعني قبل هذه الجائحة لم يكون لديها أي تجربة سابقة في التعليم الإلكتروني. كذلك في جمهورية لبنان قمنا بتمكين 5 مدارس لبنانية، أو بالأحرى مدرسة، عدد من المدارس اللبنانية لتمكين أكثر من 5000 طالب من التعليم الإلكتروني عن طريق منصة كلاسيرا. وفي الجمهورية الإسلامية الموريتانية مكننا عدد من الجامعات الموريتانية من إنشاء منظومة للتعليم الإلكتروني بالاعتماد على نظام كلاسيرا، وكذلك برنامج متكامل لتدريب المعلمين والفنيين على إدارة هذا البرنامج. كذلك قمنا منذ بضعة أشهر بإمضاء اتفاقية تعاون وتمكين جهة نواكشوط من منصة للتعليم الإلكتروني المتزامن، وهي منصة كلاسين الصينية، لتمكين طلبة الذين يجتازون مناظرة البكالوريا من دروس مراجعة وتقوية عبر الإنترنت، دروس ليلية يقدمها المدرسون لكل تلاميذ الذين يجتازون البكالوريا، أكثر من 5000 تلميذ لفترة قرابة 3 أشهر. كذلك في إطار معاضدة الدول لتوفير أجهزة للطلبة وخاصة من الطلبة الذين تعويزهم الظروف المادية من تمكينهم من حواسيب، وقمنا بالشراكة مع منظمة ميلينيوم للتعلم المستدام وشركة جي بي المعرفة الملهمة وشركة انتل بتنفيذ مبادرة لدعم الدول ومعاضدة جهودها في التصدي للجائحة عبر استعمال وسائل التعليم الإلكتروني، بتوفير 1000 حاسوب لكل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية و1000 حاسوب لجمهورية القمر المتحدة. والآن يعني نحن نستعد لتمكين دولة جيبوتي ودولة السودان من 2000 لوحة إلكترونية ما يسمى بالتابلت لكل من السودان وجيبوتي، وهذا في إطار تعزيز ومعاضدة جهودهم حتى نمكن الطلبة والأساتذة من أجهزة لممارسة التعليم الإلكتروني. كذلك التدريبات، قمنا بعقد عدد من الدورات التدريبية، منها دورة في أبريل 2020 حول الموارد التعليمية المفتوحة بمشاركة أكثر من 600 مشارك جلهم من المربين والمدرسين من 21 دولة عربية. كذلك قمنا في يونيو 2020 بدورة تدريبية لأكثر من 1200 مشارك جلهم من الأساتذة والمدرسين من 21 دولة عربية حول طرائق التعليم الإلكتروني المتزامن باستعمال منظومة كلاسين. ثم هناك يعني قمنا بتأليف، ساهمنا في تأليف عدد من الكتب ونشرها ورقميا وإتاحتها كموارد تعليمية مفتوحة. كل هذه الكتب موجودة على موقع المنظمة باللغة الإنجليزية، وكذلك ترجمناها باللغة العربية. قمنا ببعض الكتب، يعني جل الكتب قمنا بساهمنا في تأليفها مع شريكنا المعهد، معهد التعلم الذكي ببكين، ومعهد اليونسكو لتكنولوجيا التعليم بموسكو. وهذه الكتب تتعلق خاصة بتسهيل التعلم المرن عند اضطراب التعليم، إرشادات حول الممارسات التعليمية مفتوحة المصدر، دليل حول توفير التعلم المفتوح والتعليم والتعلم عن بعد للطلاب ذوي الإعاقة، كذلك إرشادات حول التعلم النشط في المنزل أثناء اضطرابات التعليم. كلها يعني كتب هامة
وخاصة تعتبر الآن أدلة وكتب مرجعية للتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني، خاصة عند الأزمات وعند الكوارث وجائحة كوفيد 19 مثلا. الآن آتي إلى تقديم مشروع أليكسو للنهوض بالموارد التعليمية المفتوحة، ولكن اسمحوا لي أولا أن أقدم تعريف. ممكن هناك العديد من التعريفات لما يسمى موارد تعليمية مفتوحة Open Educational Resources. الموارد التعليمية المفتوحة هي موارد تعليم وتعلم وبحث متوفرة للجميع كملك عام، يتم إصدارها باستخدام رخصة ملكية فكرية تسمح بتوزيع وتعديل هذه الموارد والتعاون مع الآخرين لإعادة استخدامها. يتم إيواء الموارد التعليمية المفتوحة عادة في مستودعات محددة على الإنترنت حتى تمكن المتعلمين من النفاذ إلى هذه الموارد واستخدامها عندما يحتاجونها، وهذا مثل يعني بعض الموارد لورنات، أريادن، ميرلوت، MIT أوبن كورسوير وإلى آخره. الموارد التعليمية المفتوحة في الحقيقة لقد تم اعتماد هذا المصطلح بصفة رسمية في باريس خلال إعلان باريس لعام 2012 أثناء المؤتمر العالمي للموارد التعليمية المفتوحة الذي عقد بمقر اليونسكو بباريس. والموارد التعليمية المفتوحة في الحقيقة هي من شأنها أن تسهل النفاذ للمواد التعليمية المصاغة من أفضل وأشهر أساتذة الجامعات العالمية حول العالم، كما أنها تمكن من نشر وتشجيع ثقافة العمل التعاوني والتشاركي وتنمية المهارات والقدرات، مما من شأنه أن يساهم في الرفع من جودة التعليم والتعلم. وأنا شخصياً لي كلمة دائماً أقولها أن الموارد التعليمية المفتوحة تساهم في ديمقراطية التعليم، لأنها تمكن كل الطلاب وكل التلاميذ حتى في الدول الفقيرة من النفاذ وإيجاد موارد تعليمية ذات قيمة عالية. إذن هناك في الحقيقة تعريفات خمسة للموارد التعليمية المفتوحة، ما يسمى بالـ5R. أولاً Reuse, Revise, Remix, Redistribute, Retain، يعني الاستخدام من جديد. يمكن استخدام الموارد التعليمية المفتوحة العديد من المرات، يمكن تعديلها، يمكن تركيب عدد من الموارد التعليمية المفتوحة لصنع مورد تعليمي مفتوح جديد، التوزيع من جديد، النسخ. إذن يدل هذا المفهوم، مفهوم المحتوى المفتوح، على كل محتوى قد تحميه حقوق المؤلف، بيد أنه مرخص بطريقة تسلم إلى مستعمله الرخصة المجانية الدائمة لأداء العمليات الخمس التي تصف مجال الاستعمالات العادية لكل مورد. وتتكون هذه الإمكانات الخمسة نواة نظام الترخيص. في نظام كهكذا يحتفظ صاحب الحقوق أو مؤلف المورد بنسبته إلى مؤلفه، ولكنه يمنح مستخدمي مورده حقوقا معينة شرط أن يحترموا بعض القواعد، نذكر منها القاعدة الأساسية ألا وهي ذكر اسم المؤلف ومصدر المؤلف، وهذا طبعا حتى يحمي حقوق التأليف يعني المعلومات اللازمة، اسم المؤلف، العنوان العام للمؤلف أي رابطه أو ما يسمى بالـ URL، عنوان المورد، العنوان العام للمورد في المنصة، فئة الترخيص أو نوعه، العنوان العام لعقد الرخصة في المنصة. وطبعا هذا يتيحنا للحديث عن تراخيص المشاع الإبداعي، هذه التراخيص التي أصدرتها الكرياتيف كومن CC، وهي منظمة غير ربحية، حيث أصدرت هذه المنظمة العديد من تراخيص حقوق الطبع والنشر المعروفة بالكرياتيف كومنز CC مجانا للجمهور. وتسمح هذه التراخيص لمنشئي المحتوى بتحديد الحقوق التي يملكونها والحقوق التي يتنازلون عنها لصالح المستفيدين أو غيرهم من منشئي المحتوى. وكما تشاهدون في الصورة يعني من أسفل إلى فوق، من الأقل حرية إلى الأكثر حرية، حيث يتيح مثلا المؤلف المحتوى أن يعطي رخصا مثلا أن يجيز أو يمنع الاستعمال التجاري
للمورد، يستطيع أن يجيز أو يمنع الاستعمال كما هو، يستطيع أن يعطي يعني العديد من الرخص، مثل ما تشاهدون هذه الرخص الأكثر حرية هو فقط يجب التنصيص على اسم المؤلف والإتاحة كاملة لكل الحقوق الأخرى. إذن الآن أتحدث فيما تبقى من الوقت عن الشبكة العربية للموارد التعليمية المفتوحة، وهذا كما تشاهدون يعني عنوانها على الشاشة alexo.org/oir، وهي في الحقيقة فضاء عربي مشترك قامت بإنجازه المنظمة بالتعاون مع معهد الدراسات لإدارة التعليم ليسك إسمي، وهو منظمة غير ربحية موجود في كاليفورنيا، وهو الذي يعنى نقدر نقول يعني المنصة العالمية للموارد التعليمية المفتوحة. هذا الفضاء كما تشاهدون هو حقيقة يعني فضاء عربي مشترك، نستطيع أن نجد كل الدول العربية، وهناك فضاء مخصص لكل دولة عربية حتى تأوي في هذا الفضاء المخصص لها الموارد التعليمية المفتوحة الخاصة بكل دولة. قمنا بتنسيق مع اللجان ووزارات العربية، وزارة التربية، ب يعني تعيين ضابط اتصال أو منسق وطني يعنى بالفضاء الوطني لكل دولة حتى يشرف على ويقدم الدعم الفني لكل المستعملين، سواء الذين يريدون إيواء محتويات تعليمية في الفضاء المخصص لدولتهم أو يبحثون عن دعم فني لإنشاء أو البحث أو إلى آخره. نحن الفكرة من هذه المنصة هو أن نجعل فضاء عربي مشترك يقدم خدمات لكل الدول العربية، وخاصة التعاون والتقاسم والتشارك في استغلال هذه الموارد. فنحن 22 دولة عربية نتكلم نفس اللغة، لنا نفس التاريخ ونفس الحضارة، وعوض أن كل دولة يعني تقوم برقمنة مواردها التعليمية عن طريق الإنترنت، تستطيع كل دولة أن تقوم برقمنة جزء، وعن طريق هذا الفضاء وعن طريق التقاسم والتشارك نستطيع أن نغطي أكبر جزء من الموارد التعليمية والمواد التعليمية، وخاصة المقررات والبرامج التعليمية الرسمية. هذا الفضاء في الحقيقة هو بمثابة يعني يعطي فضاء مشترك، ولكن كذلك فيه يقدم خدمات فنية سهلة جدا لمطوري المحتويات التعليمية. ففي ثلاث خطوات فقط يستطيع كل أستاذ أو كل معلم أو كل مربي أو كل مستعلم أن يضيف المورد التعليمي الذي يريد أن يسكنه في هذا الفضاء. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية يعني يقوم بوصف ما يسمى بالميتا داتا، فهذا الأداة أو الوسيلة الأوتوماتيكية للتأليف تقوم ب جمع البيانات ما يسمى بالميتا داتا، وهي يعني عملية ضرورية لتصنيف ما يسمى بالاندكساسيون، فتكاد تكون هذه العملية شبه أوتوماتيكية، لأنها يعني تكون عن طريق هذه الأداة التي تطلب هذه المعلومات شيئا فشيئا بطريقة يعني guided. الخطوة الثالثة هي معاينة المورد ثم إضافته بصفة يعني سهلة جدا على هذا الفضاء. وطبعا هذه الشبكة العربية للموارد التعليمية المفتوحة تندرج ضمن جهود الأليكسو للنهوض بالتعليم المفتوح وتشجيع الدول العربية وتشجيع كافة المربين على استخدام هذا الفضاء الذي يؤدي كل هذه الخدمات بالمجان ويمكن من يعني علاقات تعاون بين مختلف المعلمين والمدرسين في أنحاء وطننا العربي. في الأخير هذا يعني مؤلف قمت بتأليفه رفقة زميلي الدكتور كثير الخريبي الذي سيحاضر بعد قليل، والأستاذ الدكتور كينشوك من جامعة نورث تكساس في الولايات الأمريكية المتحدة بعنوان Open Education from OERS
ويارستموك، وهو مرجع يعني هام أود أن أشارككم هذا العنوان. وشكرا جزيلا على اهتمامكم، أرجو أن أكون قد احترمت الوقت. شكرا جزيلا أستاذة الدكتورة ليليا شنيتي، وأرجع المصدح لكم. شكرا. شكرا لكم أستاذ دكتور محمد الجمني لهذا هذه المداخلة القيمة، والتي أعطتنا فكرة على المشاريع المنظمة العربية في وطننا العربي فيما يخص التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني. والآن نمر إلى المداخلة الثانية، وهي مداخلة جميلة الأستاذ الدكتور محمد كثير الخريبي. اسمحوا لي زميلي العزيز أن أقدمكم، ثم نأخذ بعض الأسئلة التي تخص مداخلتكم ومداخلة الأستاذ الدكتور محمد جمني. أطلب منكم الأستاذ الدكتور محمد جمني أن تبقوا معنا إلى مرحلة النقاش مداخلتكم، لأن لنا بعض الأسئلة فيما يخص مداخلتكم. شكرا جزيلا. بكل سرور، بكل سرور. زميلي العزيز دكتور محمد كثير الخريبي هو مدافع شغوف عن التعليم الرقمي والشامل للجميع، يعمل حاليا كخبير بحوث نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مركز مالي للتكنولوجيا المساعدة في دولة قطر. هو أساسا دكتور ومهندس مختص في علوم الحاسوب والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خبير دولي في تكنولوجيا التعلم، وله العديد من البحوث والعديد من المنشورات التي تخص التعليم الإلكتروني. اهتماماته البحثية خاصة تخص التعليم المعزز بالتكنولوجيا، نظم التوصية التعليمية، التعليم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة، تحليلات التعليم الآلي والذكاء الاصطناعي. لكم نبذة غنية بالمعلومات. شكرا جزيلا زميلي العزيز. مداخلتكم عنوانها هو الآتي، أو ستضعون السلايدز. أوكي. يعني تقدمون مداخلتكم أو أعطي العنوان. سوف أعطي العنوان. مداخلتكم عنوانها هو بناء القدرات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتصميم الشامل بالاستفادة من الموارد التعليمية المفتوحة. لكم الكلمة زميلي العزيز، ولكم 20 دقيقة لتقديم مداخلتكم. شكرا. شكرا جزيلا دكتورة ليليا. في الحقيقة أشكرك على التقديم الذي يعني أخصيتوني به، أخصيت به شخصي المتواضع. لقد استبنعنا في الحقيقة بالعرض التقديمي الذي قدمه الأستاذ الدكتور محمد الجمني كالعادة، وهو ما شاء الله يعني له عروض مميزة. إذن السيدة رئيسة الجلسة، السيدات والسادة الأساتذة والدكاترة الأفاضل، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة أنا سعيد جدا وسعادتي مضاعفة اليوم لأني ألتقي ولو حتى افتراضيا عن بعد بالزملاء والأصدقاء المدافعين والشغوفين كذلك عن التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني منذ سنوات يعني عديدة، تجمعنا المؤتمرات واللقاءات في هذا المجال. وسعيد وفخور بي لأني نلت شرفة في الحقيقة تمثيل مركز مدى اليوم، مركز الامتياز في النفاذ الرقمي في دولة قطر، للمشاركة في هذه الندوة الهامة والمتميزة حول الموارد التعليمية المفتوحة العادلة والشاملة، بناء القدرات، لأقدم إذن مشروع رائد في مركز مدى حول إذن بناء القدرات في مجال نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل بالاستفادة من الموارد التعليمية المفتوحة. إذن أنتقل إلى الشريحة الثانية. هل تشاهدون الشريحة الثانية؟ نعم. المحتوى. إذن سأستهل الحديث
بتقديم لمحة عن مركز مدى، ثم سأذكر بالخلفية والمرجعيات التي إذن تمثل في الحقيقة دافعاً لتقديم هذا المشروع، لأنطلق بعد ذلك في وصفي والحديث عن إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات في مجال النفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأنتهي إذن إلى الطريقة التي توخيناها من أجل إذن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد التعليمية المفتوحة لدعم بناء القدرات في مجال نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل. إذن ما يمكن أن أقوله إذن بعجالة في هذه المداخلة لتقديم مركز مدى، إذ يعتبر مركز مدى مبادرة وطنية رائدة جاءت إذن لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي، مجتمع المعرفة الشاملة الذي يكون مهيئاً للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن لتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة في جميع جوانب الحياة بفعالية. وفي الحقيقة هذا يستوجب جهوداً كبيرة من أجل تحسين إمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء داخل دولة قطر أو خارجها، ويكون ذلك من خلال إطلاق الإمكانات الكامنة لدى جميع الأشخاص، من خاصة بطبيعة الحال الأشخاص ذوي الإعاقة، لإذن دعم النفاذ إلى المحتويات الرقمية والمنصات والبيئات الرقمية، وكذلك إذن دعم نفاذية هذه المنصات أو قابلية هذه المنصات والمحتويات والبيئات للنفاذ من الجميع، وبالأخص بطبيعة الحال الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. لمركز مدى العديد من الأنشطة الموجهة والخدمات خاصة في مجالات التعليم الشامل والثقافة والتوظيف والمجتمع، من خلال إذن دعم حلول التكنولوجيا المساعدة ودعم النفاذ الرقمي والنفاذ إلى الأجهزة والخدمات والمحتويات بشكل عام. من إنجازات مركز مدى في الحقيقة، لعل الإنجاز الأكثر دلالة في هذا الشأن هو المكانة التي تبوأتها دولة قطر إذن في مجال نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إذ كما تعلمون حققت دولة قطر المركز الأول عالمياً في مؤشر حقوق نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة ديرندكس سنة 2020، وكما تعلمون ديرندكس هو مؤشر إذن جاء كمبادرة من المبادرة العالمية لنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة أو G3ICT. كذلك فإن نسبة النفاذ الرقمي التي حققتها المواقع الإلكترونية الحكومية قد ناهزت 82%، وهي نسبة متقدمة جدا، وهذه النسبة لهي دليل على الجهود التي يقوم بها المركز إذن في تحقيق نفاذية المحتويات والمواقع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام. من أهم البرامج والمشروعات في الحقيقة، هذا غيث من فيض، هناك نذكر أساساً البحوث والابتكارات في مجال النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة. مثال على ذلك قاموس مدى للمصطلحات في مجال النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، بوابة برايل العربي الموحد، رموز التواصل، الترجمة العربية للمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب، وأخيراً وليس آخراً مشروع إذن إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات في مجال نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل. إذن كما لاحظتم ذكرت العديد من المرات مصطلح نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا بأس هنا أن يعني أذكر تعريف هذا المصطلح، فهنالك مصطلحات يقع استعمال
أعمالها بطريقة متهدفة، نذكر منها إمكانية الوصول، سهولة النفاذ، النفاذ الرقمي إلى غير ذلك، وهي مصطلحات تدل على مدى قابلية المحتويات والمواقع والأجهزة والتكنولوجيات وتطبيقات الجوال إلى غير ذلك، قابليتها إلى النفاذ من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين، لا سيما المستخدمين الأشخاص من ذوي الإعاقة. إذن ما هي أهم الدوافع التي إذن لنا نفكر في إنجاز هذا المشروع؟ إذن أذكر هنا بالخلفية والمرجعيات من خلال هذا المحور في العرض الحالي. كما تلاحظون هنا هنالك يعني نوع من الاختلال في التوازن بين أمرين اثنين. الأمر الأول هو أنه كما تعلمون جميعا هنالك تطور مضطرد وانتشار هائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، ويعني الجميع يستعمل التكنولوجيا بصفة تكاد تكون يومية أو حينية في كل المجالات، وهذا يعني شيء محمود، وهو أمر ضروري لبناء مجتمعات المعرفة الشاملة وتحقيق رفاهية الأفراد. ولكن في المقابل هنالك عديد من الحواجز والصعوبات التي تحد من إمكانية وصول الجميع، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى هذه التكنولوجيات، بل هنالك نقص في الاستثمار في الوصول الشامل والميسور، التكلفة وغير المشروط للتكنولوجيا من قبل هذه الفئة. على الرغم وأنه يعني المرجعيات الأممية من اتفاقيات ولوائح وقوانين سواء وطنية أو دولية تنص وتحث على ضرورة تحقيق نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، نذكر منها أساساً إذن اتفاقية حقوق الأشخاص خاص ذوي الإعاقة، لا سيما في مادتها رقم 9 المتعلقة بإمكانية الوصول، أو المادة 21 المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومات، والمادة 24 المتعلقة بالتعليم، كذلك خطة التنمية المستدامة 2030 والأهداف المتعلقة بالتعليم الشامل وبإمكانية الوصول ونفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الهدف 8 و10 و11 و16، وكذلك معاهدة مراكش لتيسير النفاذ للمحتويات الرقمية للمكفوفين ذوي الإعاقة البصرية. إذن كل هذه المرجعيات تنص وتحث على ضرورة تحقيق نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصال حتى يتمكن الجميع لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى هذه التكنولوجيا. إذن في الحقيقة هذا يستوجب أن تكون لدى مجتمعاتنا اليوم الكفاءات المطلوبة لاستخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، بل وجعلها جزءاً من ممارساتهم المهنية والحياتية، وهو يتطلب العمل لمزيد رفع الوعي وبناء القدرات في هذا المجال، وهذا لا يكون إلا بتحديث مناهج التعليم والتدريب وإيجاد فرص التعلم مدى الحياة لإدماج نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذن كمادة دراسية في هذه المناهج. وفي هذا الإطار يمكن إذن الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها الموارد التعليمية المفتوحة لإتاحة الوصول إلى المحتويات التعليمية والبرامج التدريبية بدون شروط أو بشروط على الأقل تكون محدودة. إذن لسائلنا أن يسأل ما هو مدى توافر البرامج والمحتويات التعليمية والتدريبية حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة باللغة العربية؟ ما هو مدى إمكانية الوصول الشامل والميسور، التكلفة وغير المشروط لهذه المحتويات خاصة باللغة العربية؟ هل تم تحديد الكفاءات اللازمة لاكتساب وبناء وتعميق المعارف في مجال نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ وهل تم تنظيم وتنسيق هذه البرامج والمحتويات وفق إطار مرجعي يكون إطاراً موحداً أو كمظلة تشمل وتحدد كل الكفاءات المستهدفة في هذا المجال؟ وهل تم الاستفادة من الموارد التعليمية المفتوحة لدمقراطة استخدام وتطوير التكنولوجيا حتى تكون إذن قابلة للنفاذ؟ في الحقيقة لا نستطيع أن ننكر كل الأعمال التي والمجهودات التي تقوم بها المنظمات الأممية والجمعيات المختصة لتوفير برامج إذن تعنى بتدريب الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما الرابطة العالمية لشبكة الإنترنت، المبادرة
العالمية إذن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة، الجمعية الدولية لمهني النفاذ أو لمهني إذن إمكانية الوصول، حيث توفر يعني باقة من الشهادات التي يمكن للمتدرب أو المتعلم أن إذن يشارك فيها وأن يتحصل عليها. كذلك هنالك أكاديمية الاي تي يو، الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي إذن تقدم بعض المواد الدراسية في هذا المجال. وكذلك هنالك دروس سموك موجودة على كورسيرا، بلاتفورم كورسيرا والأداكس، تتحدث على هذا المجال باللغة بطبيعة الحال باللغة الإنجليزية. ما يمكن أن نستخلصه من النتائج أن هنالك نقص في الحقيقة كمي ونوعي في المحتويات التعليمية والتدريبية الرقمية المتاحة خاصة باللغة العربية. هنالك صعوبة في العثور واسترجاع المواد الدراسية والمحتويات التعليمية التي إذن تكون قليلة التكلفة وبشروط محدودة لا سيما باللغة العربية. يعني المتدرب، أنا كمتدرب أريد أن أطور من مهاراتي في هذا المجال، أجد صعوبة في فهم ما هي الكفاءات المطلوبة والتي يستوجب اكتسابها حتى يعني أكون خبيرا أو أكون مختصا في هذا المجال. ليس هنالك دليل مرجعي على مستوى العالم يتحدث أو يحدد الكفاءات المطلوبة، وليس هنالك استفادة كما ينبغي من الموارد التعليمية المفتوحة. إذن إطار عمل مدى يعني هو يحمل التسمية المختصرة ICTAD، ICT Accessibility and Inclusive Design Competency Framework. اتبعنا في الحقيقة المقاربة بالكفاءات لتطوير هذا الإطار، باعتبار أن المقاربة بالكفاءات هي طريقة منتشرة أو منهجية منتشرة الاستخدام سواء في المجال الأكاديمي أو المهني، وتمكن إذن من تحديد الكفاءات وتحويل المعارف وتوظيفها لإذن أداء مهام متصلة بعالم التوظيف والعالم المهني. وكذلك الكفاءة التي يكتسبها المتعلم في هذا المجال ستكون في حاجة دائمة للتطوير والتحديث والتعديل، حيث نحن نتحدث على مجال التكنولوجيا الذي يشهد إذن تطورا في الحقيقة من يوم إلى آخر، ويجب أن نكون إذن على بينة من هذه التطورات، ويجب أن يتم إدراجها في الكفاءات التي يحتويها هذا الإطار. إذن يمثل إطار عمل مدى إطاراً مرجعياً يمكن الاسترشاد به لتطوير مناهج وبرامج تعليمية تشمل إذن مواد دراسية تتعلق بالنفاذ الرقمي والنفاذ إلى الويب والنفاذ إلى المحتويات الرقمية، وبصفة عامة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهو إطار عمل مفتوح مرخص إذن بالترخيص المفتوح، ترخيص المنشاة الإبداعي، بما يسمح بتعديله وتكييفه ووضعه في سياقات تعليمية مختلفة ويمكن الاستفادة منه في الوطن العربي وفي كل إذن أنحاء العالم. الخطوات التي اتبعناها لتطوير هذا الإطار هو أنه بدأنا بتنظيم هيكلية الإطار العمل ومستويات إذن المختلفة التي سنحدد من خلالها الكفاءات، حيث نبدأ بمجال المجال الكفاءات أو ميدان الكفاءة، ثم الكفاءات، ثم ننتهي إلى القدرات، بما ينعكس على مستويات مختلفة من تمكن من إتقان متطلبات النفاذية. تم العمل على اختيار المجالات العامة للكفاءات والتي تشكل جذور التنظيم الهرمي لإطار العمل وهيكلته. تم تحديد الكفاءات الأساسية والحيوية والتخصصية المطلوبة في كل مجال كفاءة، وتم بطبيعة الحال التعبير على مستوى القدرات باستخدام الأفعال التي تم إدراجها في صنافة بلوم. إذن الكفاءات المستهدفة في إطار العمل يتضمن الإطار 6 مجالات كفاءات أساسية من D1 إلى D6، التعرف على الإعاقة وقابلية النفاذ، وصف المشهد القانوني للإعاقة وقابلية النفاذ، استيعاب معاني التصميم الشامل، إنشاء محتوى رقمي قابل للنفاذ، تطوير محتوى ويب قابل للنفاذ، تسهيل النفاذ إلى البيئات والمنصات الرقمية. وكل إذن مجال كفاءة يحتوي على مجموعة من الكفاءات، وكل كفاءة تحتوي على مجموعة من القدرات كما تبينه الشريحة الأولى بالنسبة لمجال الكفاءة الأول في إطار العمل.
الكفاءة الثانية أو مجال الكفاءة الثانية وصف المشهد القانوني للإعاقة، كذلك نفس الشيء يحتوي على العديد من الكفاءات، وكل كفاءة تحتوي على قدرات. مثلا هنا في الكفاءة مجال الكفاءة الثالث المتعلق باستيعاب معاني التصميم الشامل، فيما يخص الكفاءة الثانية التعرف على مفهوم التصميم الشامل للتعلم ومبادئه وإرشاداته، هنالك باب مخصص يتحدث على التعليم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة القابلة للنفاذ والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالتعليم الشامل، وهذا يعني على غاية من الأهمية أن يتم إدراج مثل هذه المفاهيم في الكفاءات. إذن هذه هي بقية الكفاءات التي تم إدراجها في إطار العمل. لمراجعتي والتثبت من إطار العمل، في الحقيقة أغتنم هذه الفرصة لشكر كافة الخبراء الذين أدلوا بدلوهم في إذن مراجعة هذا الإطار، هذا الإطار إطار العمل، حيث قمنا بإعداد استبيان باستخدام طريقة دلفي ميثود في جولتين. الجولة الأولى إذن أو الاستبيان الأول، استبيان الجولة الأولى تم إرساله إلى الخبراء لتقييم مدى يعني توفقنا في اختيار وتحديد الكفاءات الأساسية والتخصصية في إطار العمل، وكذلك حول الهيكل، هيكلية وتنظيم إطار العمل وتقديمه في هذه المستويات الثلاثة، مجال الكفاءات والقدرات. تلقينا العديد من الردود لتحسين إذن واقتراحات لتحسين الإطار، قمنا بالتحسينات المطلوبة ويعني قمنا بإعداد استبيان الجولة الثانية، أرسلناه مجددا إلى الخبراء لإذن الحصول على النسخة النهائية والتحقق منها، وقد تم إذن الإجماع حول هذا الإطار، وتم إعداد النسخة النهائية باللغتين الإنجليزية والعربية، وإتاحة موقع مخصص لإطار العمل وهو متاح الآن على شبكة الإنترنت في عنوان ict@meta.org.qa، وهو كذلك مرخص ضمن إذن الترخيص المفتوح، ترخيص المشاع الإبداعي، يعني نسب المصنف المشاركة بالمثل. هناك العديد من المقررات التي يمكن أن يتم إذن تطويرها، ونحن في الحقيقة نعمل على تطويرها بوفق إطار عمل مدى. المقرر الأول مقدمة في نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم الشامل، وهي المستوى المبتدأ. المقرر الثاني نفاذ الرقمي المستوى المتوسط، والمقرر الثالث نفاذية البيئات والمنصات الرقمية المستوى المتقدم. وكل بطبيعة الحال مقرر هو ينتهي إلى شهادة يعني تحقق وتدل على أن الطالب أو المتعلم المتدرب قد تحصل على الكفاءات في هذا المستوى. شهادة الأولى الكفاءات الأساسية في نفاذية التكنولوجيا، المستوى الثاني شهادة التخصصي نفاذ الرقمي، والمستوى الثالث خبير نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الموارد التعليمية المفتوحة بطبيعة الحال لها إمكانات هائلة، ويمكن أن توفر حلول يعني ناجعة ومساعدة على معالجة النقص فيما يخص توافر هذه المحتويات الرقمية. في هذا الإطار تم إذن العمل على إتاحة بوابة مركزية مختصة على منصة الأوير كامس، وتحمل خصوصية الموارد التعليمية القابلة للنفاذ الرقمي. إذن هي في الحقيقة تعتبر يعني شبكة رائدة والأولى من نوعها في الشبكات الموجودة على منصة الأوير كامس، إذ هي تختص بنشر وتطوير ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة وفق إطار عمل مدى، وكذلك الموارد التعليمية المفتوحة القابلة للنفاذ الرقمي. إذا كنت تبحث على مورد تعليمي مفتوح قابل للنفاذ الرقمي لا تذهب بعيدا، اذهب على شبكة موارد مدى ويمكن أن تحصل على الموارد التعليمية المفتوحة القابلة للنفاذ باللغة العربية كذلك. ما تم كذلك إنجازه هو أن إطار عمل مدى تم قبوله في الحقيقة معيار في منصة الأوير كامس، وهو الآن موجود على منصة الأوير كامس، ويمكن إذن من خلاله فهرسة وتنظيم وتنظيد سواء الموارد التعليمية الموجودة في المنصة أو الموارد التي يتم إذن إضافتها على المنصة. بهذا أكون قد إذن أتممت المداخلة، شكرا لكم على المتابعة، ونتقل إلى جسد الأسئلة.
جزيلا زميلي العزيز محمد كثير الخريبي لمداخلتكم القيمة ولاحترام الوقت الذي أعطي لمداخلتكم. نمر الآن إلى الجلسة الأولى للأسئلة والنقاش والتي تخص المداخلة الأولى والمداخلة الثانية، وسأبتدئ بسؤال أول كان مطروح من زميلنا الأستاذ دكتور مختار بن هندا إلى زميلنا الأستاذ دكتور محمد الجمني حول مدى اعتماد منظمة الأليكسو على المواصفات الدولية التي تصدرها منظمة الأيزو أو غيرها والمتعلقة بالتعليم الإلكتروني سعياً إلى توافق المبادرات العربية مع السياق الدولي. شكراً. شكراً دكتورة ليليا، والشكر موصول كذلك للزميل العزيز الأستاذ الدكتور مختار بن هند على هذا السؤال القيم. طبعاً من الهام جداً اعتماد المعايير الدولية مثل إيزو وغيرها، سكور، بلوم إلى آخره، خاصة لتمكين التنقل والبورتابيليتي من منصة إلى أخرى، ولكن في الحقيقة يعني كان لي اهتمامات كبيرة بهذا الموضوع خاصة في أعمالي البحثية. طبعاً في الأليكسو مستوى العمل يختلف عن مستوى البحث، ففي الأليكسو نشتغل في الحقيقة على مستويين. المستوى الأول هو العمل مع الوزارات ومع المؤسسات التعليمية فيما يخص دعم ونشر التعليم الإلكتروني ورسم السياسات والخطط حتى ننهض بهذا المجال، وحتى الدول تعتمد طرائق التعليم الإلكتروني وتعتمد التعليم الإلكتروني، وخاصة الآن نشتغل على إدماج التعليم الإلكتروني المدمج، خاصة يعني ظهر بالجلي وبالصريح أثناء هذه الجائحة قيمة التعليم الإلكتروني، وأن التعليم الإلكتروني في الجائحة كان هو الطريقة تكاد تكون الوحيدة لضمان استمرارية التعليم. فالعمل هو يعني الأول هو على مستوى السياسات والاستراتيجيات ومساعدة الدول العربية على اعتماد سياسات وطنية واستراتيجيات وطنية للنهوض بهذا المجال، مجال التعليم الإلكتروني. ثم عندما نتعاون مثلا مع دولة معينة ونأتيها بالخبراء وننزل إلى المستويات الفنية، عند ذلك طبعا نحن نشجع على اعتماد هذه المعايير للفائدة الكبيرة، أن يكون احترام هذه المعايير متوفرة حتى نضمن استمرارية التعليم و صلاحية المحتويات التعليمية اللي يتم تطويرها حتى أن تغيرت البيئة الرقمية المستعملة. وشكرا جزيلا مرة أخرى على هذا السؤال. شكرا دكتور محمد الجمني. هناك بعض الأسئلة كذلك لكم، لكن اسمحوا لي أن أطرح سؤال أولا لزميلي دكتور محمد كثير الخريبي. مداخلتكم قيمة جدا لأنها هناك طريقة بحثية واضحة للقيام بالإطار المرجعي، وشفنا بطريقة واضحة جدا كيف قمتم والخطوات التي اتبعتموهم لوضع هذا الإطار المرجعي. والسؤال الذي أريد أن أطرحه هو، هل وقع استغلال هذا الإطار المرجعي في بيئات ولمتعلمين مختلفين؟ يعني هل كان هناك تجارب لهذا الإطار المرجعي، وهل كان لكم نتائج إن قمتم ببعض التجارب في بعض المناهج؟ هل كان لكم بعض النتائج أو أنكم تنوون القيام ببعض التجارب لوضعه في بعض المناهج المختلفة وأخذ آراء المتعلمين وكيفية استغلال والمدرسين كذلك وكيفية استغلالهم لهذا الإطار المرجعي في المناهج الدراسية المختلفة؟ شكرا جزيلا الأستاذة الدكتورة ليليا. فعلا يعني مثل ما أشرتي، اتبعنا منهجا بحثيا علميا، فقمنا ببحث في الأدبيات والموجودات فيما يخص يعني المحتويات التعليمية والبرامج الموجودة والتي تتعلق بنفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا سيما بلغة العربية. وكذلك قمنا باستبيان تبين لنا من خلاله أنه فعلا هنالك حاجة وهنالك نقص
في هذا المجال، و يعني كان هذا دافعا اساسيا الى وضع مثل هكذا اطار. وفي الحقيقه نحن يعني لا نختلف، لا نعمل اذا بصفة منفردة، بل نحن نعاضد كل الجهود الموجودة في هذا المجال ونتكامل معها. يعني ذكرت أنا أمثلة للأوبن كوريكولا مثلا للدبليو 3 سي والآي بي، يعني الجمعية الدولية لمهني النفاذ، وهم يعني كانوا سباقين في هذا المجال. ولكن ما يمكن ملاحظته أنه هنالك نقص في إدماج مثل هكذا اختصاص في الجامعة على المستوى الأكاديمي، وليس هنالك إطار، لا أقدر أن أكون عالمي، ولكن على الأقل إطار مرجعي يحدد الكفاءات المستلزمة. مثل ما اشتغلنا، مثل ما ذكرت في أول الجلسة، اشتغلنا على إطار مثلا عمل الموارد التعليمية المفتوحة Competence Framework، أو إطار عمل اليونسكو ACT-CFT في مجال التكنولوجيا وإدماج التكنولوجيا. لليوم يعني to the best of my knowledge على الأقل ليس هنالك إطار عمل يحدد الكفاءات في مجال تخصص نفاذ الرقمي ونفاذية تكنولوجيا معلومات والاتصال. لذلك كانت هنالك حاجة ملحة إلى وجود هكذا إطار. أعود إلى سؤالك، هل تم تجربة هذا الإطار؟ وفي الحقيقة لم يطلق إلى اليوم فعليا المشروع. يعني اليوم استغلينا فرصة مشاركتنا في المؤتمر الهام، مؤتمر التعليم العالي المفتوح، لنتحدث عن هذا المشروع، وفي اللمسات الأخيرة إن شاء الله سيتم الإطلاق والإعلان عنه قريبا. ولكن استبقنا الأمر في مركز مدايذ، هنالك شراكة مع عدد من الجامعات على المستوى الوطني في دولة قطر، أذكر منها على سبيل الذكر الحصر مثلا جامعة كلية المجتمع CCQ وجامعة حمد بن خليفة، وهنالك إذن تعاون وتشارك في إذن جعل مادة المقرر الأول الذي ذكرته، وهو المقدمة في نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل، جعلوا كمادة دراسية أفقية تدرس للجميع في المستوى الأول في الجامعة. في جامعة CCQ سيتم تدريسه باللغة العربية، وفي جامعة حمد سيتم تدريسه باللغة الإنجليزية، وهذه ستمكننا وستكون لنا فرصة مناسبة إلى إذن تجربة هذا الإطار ووضعه في إطار أكاديمي حتى يتبين لنا إذن ما هي الفوائد والنقائص حتى ربما نلتقي فيها في المستقبل. وملاحظة أخرى أنه هذا إطار عمل مفتوح، يعني يمكن للجميع أن يضعه في السياق الوطني وفي السياق التعليمي المؤسسي، ويمكن الاستفادة منه بطبيعة الحال من الجميع. لا نمتلك الحقيقة، ولكن على الأقل من خلال ما قمنا به من دراسات تبين لنا أنه هذه هي الكفاءات الأساسية أو التخصصية التي يستوجب اكتسابها للتمكن من مجال نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونحن مفتوحون للتعاون والتشارك مع الجميع لتطوير وتحسين هذا الإطار. شكرا زميلي العزيز. أطرحه الآن، هو في الحقيقة أنا كتبت 2 أسئلة وهناك سؤال من زملاء، فسأقوم بجمع 3 أسئلة مع بعض للأستاذ دكتور محمد جمني. في الأول لما شفت المداخلة أستاذ دكتور محمد جمني تساءلت، هل سمحت كل هذه التجارب التي قمت بها في العديد من البلدان العربية لتبادل الموارد المفتوحة، أو بالأحرى لخلق مجموعة تعليمية أنا ترجمتها بالعربية Learning Community التي تنتمي لبيئات مختلفة ويقع يعني تبادل الخبرات وتبادل يعني طريقة التدريس والموارد التعليمية؟ وهل أن هذه الجائحة بالنسبة لكم سمحت بالتحدث أكثر في البلدان العربية على أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح؟ وأرى سؤالاً في الديسكشن من أظن زميل أو زميلة، كيف يمكن وضع خطة عمل لجميع المؤسسات التعليمية في البلدان العربية لدعم وتعزيز ورفض بالموارد التعليمية OERs؟ يعني هل أن كل ما عشناه في هذه السنة والسنة الفارطة سمحت لنا بالتفكير فعليا في خطة للبلدان العربية للاشتغال بطريقة يعني مكثفة على التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة؟ وهل سمحت كل التجارب التي قامت بها الأليكسو لتبادل الخبرات وتبادل الموارد التعليمية المفتوحة بين المؤسسات التعليمية في المنطقة؟
شكرا جزيلا. اولا يعني اسمح لي ان انوه بدوري على المحاضرة الرائعة التي قدمها الدكتور كثير خريبي، وحقيقة يعني جمع النفاذ إلى الموارد التعليمية المفتوحة إلى خاصية المفتوح، هذا يعني في منتهى الأهمية، لأننا نتحدث عن موارد تعليمية مفتوحة ولكن ننسى تيسير النفاذ لهذه الموارد المفتوحة، وإذا لا تحترم هذه الموارد الرقمية معايير النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك يعني جانب مهضوم وشريحة من المجتمع لا تستطيع النفاذ إلى هذه الموارد التي ينبغي أن تكون مفتوحة. فشكرا جزيلا، وحقيقة دكتور كثير يعني يؤسس لمجال جديد وهو الموارد التعليمية المفتوحة الميسرة النفاذ، وهذا لعمري يعني هدف نبيل نسعى ونشاركه يعني اهتمامنا بهذا المجال. ثم من حيث الأسئلة، أولا هذه الجائحة أثبتت يعني بالدليل القاطع وبالحجة والبرهان كما يقولون أنه استخدام التكنولوجيا وطرائق التعليم الإلكتروني أصبح ضرورة الآن، ويجب على الدول أن تفكر في اعتماد طرائق التعليم الإلكتروني ليس لمجرد مجابهة هذه الجائحة، ولكن يجب رسم استراتيجيات طويلة المدى ومتوسطة المدى لإدراج هذه الأنماط التعليمية في المقررات الرسمية، وهذا ما يسمى بالتعليم المدمج. في الحقيقة ما تسمى محنة تحولت إلى منحة إلى بعض الدول، لأن هناك بعض الدول التي استفادت من هذه المحنة لتطور منظومتها التربوية ولتشتغل وتعتمد طرائق جديدة وتعصر منظومتها التعليمية باعتماد هذه التكنولوجيا. ولأجيب إجابة يعني مباشرة على سؤالكم، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الآن هي بصدد وضع خطة عربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خطة عربية للتعليم والتعلم أثناء الكوارث والأزمات. نحن قد عيننا فريق متكامل من الخبراء العرب الذين يشتغلون على أعداد هذه الخطة بكل جوانبها، جوانبها التشريعية، التنظيمية، الفنية، الأدلة، الإجراءات العملية، وستعرض إن شاء الله هذه الخطة في مؤتمر وزراء التربية العرب القادم، وثم سيقع يعني تمريرها على القمة العربية لاعتمادها من القمة العربية. يعني هناك عمل جبار الآن نقوم به حتى نطور خطة عربية للتعليم والتعلم أثناء الأزمات والكوارث مثل ما حدث في جائحة كوفيد 19. يعني هذا أهم. شو سؤال آخر ليليا لو سمحتي؟ هل هناك سؤال؟ هل وقع يعني تبادل، هل وقع يعني خلق community learning community؟ نعم نعم نعم، هو في الحقيقة نعم صحيح، نعم تذكرت الحقيقة المنصة العربية للموارد التعليمية المفتوحة الآن بدأنا نكون شبكة من المهتمين، وعندنا يعني المنسقين الوطنيين الذين يلعبون دورا كبيرا لنشر هذه الثقافة، ثقافة التعليم المفتوح وثقافة خاصة التشارك في الموارد التعليمية المفتوحة في هذا الفضاء العربي المشترك. هناك يعني تفاوت بين مساهمات الدول، هناك دول مثل سلطنة عمان، مثل المغرب، هناك مقررات تعليمية بالكامل موجودة على هذه المنصة، وهناك بعض الدول التي ما زالت يعني مساهمتها محتشمة نوعا ما، ولكن نحن نعمل ويعني نعمل جاهدين في المنظمة للتعريف بهذه المنصة أولا، ثم للتعريف والنهوض بالموارد التعليمية المفتوحة وحث الوزارات وحث المستخدمين والمعلمين على أولا تطوير محتويات رقمية مفتوحة كموارد تعليمية مفتوحة ونشرها، ولما لا يعني بما أننا نوفر هذا الفضاء العربي المشترك وبالمجان، فنحن نشجع كل المدرسين وكل المربين وكل المستعملين على
تطوير موارد تعليمية مفتوحة ونشرها على منصة الأليكسو، هذا الفضاء المشترك لكل الدول العربية. وشكرا مرة أخرى على السؤال. سؤال أخير دكتور محمد الجني، هو موجه لكم، لكن لو زميلي كذلك محمد كثير يريد الإجابة مرحبا. يعني هل زميلنا من الجزائر يطرح السؤال، هل يوجد تحقق من المصدر قبل تحميله على منصة الأليكسو؟ الموارد التعليمية المفتوحة، يعني الجودة والتحقق من المصدر، هل نقوم بالتثبت من ذلك قبل تحميل المورد؟ نعم، هذا في الحقيقة هو دور المنسق الوطني. المنسق الوطني هو الذي يتلقى الموارد التعليمية المفتوحة، وهو الذي يسكنها ويعني يسمح عن طريق بالطبع وظيفة إلكترونية بنشر هذه الموارد بعد التحقق من الموارد أنها موارد تعليمية وليست موارد يعني ذات غايات أخرى، ويتحقق من الجودة وكل المواصفات الأخرى. نعم، وفعلا موضوع هام هو هذا، موضوع الجودة والكواليتي انشورنس، التحقق من الجودة بالنسبة للموارد التعليمية المفتوحة. وعلى كل في منصة الأويركامز ومنصة الأليكسو كذلك، هنالك يعني مجال للجميع أن يضيفوا مواردهم التعليمية، ولكن لا يتم النشر مباشرة، إذ هنالك يعني أذنات تمنح للموارد التعليمية المفتوحة من قبل، أولاً كما ذكر الأستاذ الدكتور الجمني، من المنسقين ومن مدراء المجموعات الموجودة على الشبكة، وكذلك من المكتبيين الذين يعملون في المنصة العالمية الأوير كامز، للتحقق على الأقل من الجوانب الفنية المتعلقة بالميتاداتا والبيانات الوصفية، وإذن الجودة الفنية للموارد التعليم المفتوح. ولكن هذا موضوع الجودة، جودة موارد التعليم المفتوحة، في الحقيقة هو يعني موضوع شائك، ويتطلب يعني لوحده يتطلب جلسة للنقاش في هذا الموضوع. ولكنه بطبيعة الحال، شكرا على السؤال، لأنه هذا موضوع هام مهم جدا. شكرا. تسمحوا لي زملائي أن نمر الآن إلى المرحلة الثانية من الندوة، والتي تخص 3 مداخلات. أتمنى أن تكون زميلتنا غادة الخياط. غادة، هل تسمعيننا؟ غادة، سوري ليليا، أسفة، المايك كان مقفول. أسمعك. أهلا. اسمحي لي زميلتي العزيزة أن أقدمك. أولا، لنا مداخلة من الأستاذة الدكتورة غادة الخياط. الأستاذة الدكتورة غادة الخياط هي رئيس قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية بمصر، ومدير مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية بمصر. وهي أيضاً مستشارة ومدربة لصناعة في مجالات إدارة مشروعات نظم المعلومات واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واتخاذ القرار. أشرفت الدكتورة الخياط على أكثر من 50 مشروع تخرجي في كلية التجارة والهندسة، كما أشرفت على الأبحاث لأكثر من 30 دكتور وماجستير، ونشرت أكثر من 50 بحث في مؤتمرات ومجالات علمية محكمة، بالإضافة إلى فصول من كتب تم نشرها دولياً. وهي الباحث الرئيسي في عدد من المشروعات البحثية بجامعة الإسكندرية وفي منطقة الشرق الأوسط، وكذلك بالتعاون مع منطقة المغرب العربي. الدكتورة الخياط خبيرة أقليمية في الوكالة الجامعية الفرنكوفونية IUF في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي. سعيدة جدا باستقبالك صديقتي العزيزة غادة، وسوف تقدمين لنا مداخلة عنوانها مبادرة تعليمية مفتوحة من قبل شبكة الابتكار التربوي. لك 20 دقيقة مثل زملائنا، والكلمة لك. شكرا لك. شكرا جزيلا ليليا، اسمح لي أن أشارك ملف العرض. هل تظهر الشاشة؟ تظهر. نعم، تمام.
أولا شكرا جزيلا ليلي على التقديم. سعيدة بوجودي وسط زملائي، قامات كبيرة الحقيقة، سعيدة حتى الآن يعني المداخلات التي سمعتها استفدت منها كثيرا جدا، وسعيدة بهذه المبادرة اللي أنت يعني النهاردة بتنسقيها أو بتعملها كوردينيشن عن باللغة العربية في مجال يعني لم نعتاد أن يقدم باللغة العربية، ونرى فيه هذه المداخلات وفي حدث علمي كبير زي Open Education Global. لك كل التحية يا ليليا ولجميع الزملاء. حقيقة هشارك مع حضراتكم تجربة احنا قمنا بيها في مختبرات التعلم الخاصة بجامعتي الإسكندرية وسوسة. أولاً سوف أتحدث عن السياق التي تمت فيه هذه التجربة، وهي من خلال شبكة مختبرات التعلم لاتس، وسأقدم لها نبذة صغيرة عن التعليم المفتوح، ويمكن زملائي سبقوني فأن يعرضوا يمكن أتكلم في بعض السياقات بتاعت التعليم المفتوح بدون تكرار. سوف أتحدث عن مبادرة OER ويكي أثمينة، موضوع هذه المداخلة والخطوات المختلفة التي اتخذت لتنفيذ هذه المبادرة، والتي يعني يمكن مراحلها الأساسية كانت ويبينار أسبوع التعليم المفتوح، عملية الإرشاد والتوجيه التي داومنا عليها لمدة طويلة، وفي النهاية المرحلة الأخيرة واللي هي فيها مخرج هذه المبادرة كانت منصة OER ويكي أثمينة. سوف أشارككم أيضا التقييم الكمي والكيفي لهذه المبادرة، وأتحدث معكم عن بعض الخطوات المستقبلية. الحقيقة النموذج المفاهيمي الذي يبني عليه يعني فكرة مختبر التعلم هو التالي، أو كما اعتمدناه في المشروع الذي عملنا به، عملنا خلال مشروع Let's Learning Labs، وLet's في الحقيقة هي الاختصارات لأسماء أربع دول: لبنان، إيجيبت، تونيزيا، وسويسرلاند. فاشتركت أربع دول لوضع مختبرات تعلم في الجامعات الشريكة وفي سياقات مختلفة، وتم يعني التعامل حسب كل بيئة، يعني تم التأقلم في كل جامعة حسب احتياجاتها المختلفة. ولكن النموذج المفاهيمي الذي اعتمدناه هو أن مختبر التعلم هو حيز مادي ورقمي وبشري للمراقبة والتجريب، للمراقبة والتجريب فيما يخص الممارسات التعليمية والبيداغوجية، وأيضاً للتقييم، وذلك من أجل إعادة التفكير وإثراء ممارسات ومواقف التعلم والتعليم في التعليم العالي. زي ما احنا عندنا مختبرات للكيمياء والفيزياء وكل الأمور التي نريد التجريب فيها حتى نصل إلى بعض النتائج، عملنا التعلم بنفس المفهوم، وأصبح لدينا مختبرات التعلم لكي نجرب فيها السيناريوهات والسياقات التعليمية المختلفة. ومختبر التعلم إذن إن كان حيز مادي، فهذا الحيز لابد أن يحيا وأن يعيش، فيحيا من خلال مجتمع ومن خلال أنشطة نقوم بها في هذه المختبرات. إذن النموذج المفاهيمي تم بلورته إلى هذا المثلث الصغير اللي بيقول إن إحنا عندنا ثلاث أعمدة أساسية، وهي الحيز، الأنشطة، والمجتمع. قمنا بعمل الكثير من الأنشطة من خلال هذا المشروع وهذه مختبرات التعلم الوليدة، ويعني ممكن أقول عملنا عدد من ورش العمل، عملنا عدد من الويبينارات، حاولنا في أوقات كثيرة أن احنا نقوم بالاحتفاء والاحتفال بالتعليم وبالتعلم. يعني مثلا لن أعدد كل شيء، ولكن أفتخر مثلا بويبينار أعددناه باسم Let's Celebrate، وكان الغرض منه هو الاحتفال باليوم العالمي للتعليم. OER ويكي أثمينة جاءت
لتتوج مجموعة من الأنشطة قمنا بها في هذه المختبرات. الحقيقة حتى لو المشروع بيحمل الأربع أحرف لاتس، لكن OER ويكي أثمانة كان في الحقيقة ما بين جامعتي الإسكندرية وسوسة. طبعا نرى من اللوجوز المتاحة قدامنا أن جامعة جنيف عضوة، جامعة AUL بلبنان، ولكن الحقيقة هذه المبادرة كانت في الأساس ما بين مصر وتونس كما نرى الآن. مشروع شبكة مختبرات التعلم تم تصميمه بمنهجية البحث القائم على التصميم أو Design Based Research، يعني إحنا قمنا بتصميم الأنشطة المختلفة في هذه المختبرات واتفقنا على كيف نصمم الحيز ومن نستهدفه في المجتمع الجامعي عن طريق بحث قائم على التصميم، وهذا تم بطريقة تحسين متكرر. سامحوني لو استخدمت كلمة يعني iteratively أو iteratively، وفي الممارسة تم التنفيذ والتحقق من صحة الموديل أو النموذج الذي اقترحناه في أربع سياقات مختلفة وهم الأربع جامعات في الأربع دول. في النهاية وصلنا لهذا الإطار المفاهيمي أو النظرية التي تحمل مفهوم مختبر التعلم القائم على الثلاث أعمدة التي تكلمت عنهم، وتم تقييم هذا الطرح في أكثر من مرة. أنشطة مختبرات التعلم بوجه عام هي أنشطة كثيرة، ممكن تكون ورش عمل تعاونية للتفكير التصميمي design thinking، ممكن إن إحنا نقوم ببعض إطلاق بعض المجلات على الإنترنت والبودكاست التي تتحدث عن تجارب تعليمية، ممكن تصميم وتنفيذ بعض الألعاب في سياقات التعلم لتقييمها ولاتخاذ القرار فيما إن نستخدمها أم لا، رواية القصص وهكذا. تكامل التكنولوجيا التعليم بوجه عام مع الرقمنة التي نحياها الآن، واستخدام وإنتاج بعض الأدوات عن طريق الفاب لابس، جمع البيانات الخاصة بعمليات التعليم وتحليلها والتفكير فيها والمناقشة، وفي النهاية كل ده بيتم بغرض تقييم والتعديل والمراجعة لبعض الممارسات التعليمية والتعلمية. سأنتقل الآن للحديث عن أحد أنشطة أو النشاط الذي نفتخر به في Let's Learn Labs، نشاط OER Wiki أثمينة، والذي طبعاً يتمحور حول الموارد التعليمية المفتوحة. الحقيقة طبعاً كلنا عارفين أن الموارد على الويب ماذا يحدث عندما تنشئ شيئاً ما وتشاركه على الإنترنت. عملك طبعاً محمي تلقائياً بموجب حقوق النشر، وهو إن كان على الإنترنت فهذا لا يعني بالضرورة أن هو يعني لديه رخصة مفتوحة. لن أطيل على حضراتكم في الحديث عن Creative Commons والتراخيص المفتوحة، لأن الزملاء من قبل يمكن شاركوا سيادتكم فيها، وأتصور أيضا أن العديد من الحضور يمكن أن يكون عندهم فكرة جيدة عن هذا الأمر. ولكن أقف يعني وقفة صغيرة لأتحدث عن يعني الغنى والتعددية التي ممكن أن تكون عليها يكون عليها المورد التعليمي المفتوح. يمكن في حالات كثيرة تصورنا أن المورد التعليمي ممكن أن يكون كتابات عرض تقديمي، ممكن أن يكون فيديو صغير، لكن الحقيقة الموارد التعليمية المفتوحة قد تكون أشياء كثيرة جدا جدا جدا، أنشطة تعليمية، أنشطة للتقييم، محاضرات، منهج تعليمي كامل، كريكولم كامل، وسائط متعددة زي الفيديوز والخلاف وكتب، ولنا أن نتخيل ما يمكن أن نشاركه بشكل مفتوح لدعم العمليات التعليمية، وساعتها سوف يعني نضمنه ضمن الموارد التعليمية المفتوحة. ما هي المزايا التي نحظى بها عند اندهاج والعمل لنشر واستخدام
وإنتاج الموارد التعليمية المفتوحة. الحقيقة المزايا كثيرة بالنسبة للمتعلمون والمعلمون وبالنسبة للمؤسسات والجامعات. إذا بدأت بالمتعلمون فإن المتعلمون يتعلموا كيف يتعلموا لأنهم لديهم المورد وبشكل استقلالي في التعلم يقومون باكتشاف الكثير وهذا مفيد لهم في حياتهم بشكل عام. الوصول إلى مصادر التعلم المختلفة ليس لديهم مصدر واحد أو اثنين أو ثلاثة ولكن هناك موارد كثيرة يقدروا يوصلوا لها. اكتساب المهارات الرقمية والمستعرضة وفي النهاية أقدر أقول أن المتعلمون يستفيدون إن كانوا في سياق للتعلم رسمي أو غير رسمي أو إن كانوا متعلمون مدى الحياة. المعلمون يستفادوا بوفر في الوقت يعني إذا استخدموا موارد منتجة بالفعل فهم وفروا وقت وإذا أنتجوا موارد فهم برضو ممكن يستخدموها مرة واثنين وثلاثة وفي النهاية يكون وفر الوقت أحد المزايا. الميزة الأخرى هي إتاحة لرؤية مصادر التعلم يعني مثلا غادة الخياط تنتج موردا وتطلقه على منصة أليكسو أو على إي جي موكس أو وبالتالي أشعر بفقر ويعرف البعض عن إنتاجي الفكري وعن ما أتحته ويعرف عن مؤسستي التي أنتمي لها جامعة الإسكندرية فأنا أظن أن هذه ميزة هامة جدا برضو الابتكار التربوي يعني طبعا لو هناك موارد متاحة بالفعل فده بيسهل أن احنا نستخدم الفصول المقلوبة أو المعكوسة للمزيد من التفاعل في التدريس. أصل إلى الجامعات الآن وأشارككم بعض ما أظن أن يكون ميزات لاستخدام الموارد التعليمية المفتوحة. طبعاً المشاركة في مصادر التعلم أعضاء التدريس والطلاب والكادر الإداري وكلهم يتشاركون في مصادر تعلم مختلفة. دعم أفضل للمعلمين الجدد يعني أتخيل أن أترك مصدر تعليمي مفتوح وأنا عملت عليه لفترة طويلة ولدي خبرة في مجال ما وهذا المصدر استفاد به يعني المعلمين والمدرسين الأحدث والأصغر فطبعاً ده بيدعمهم بشكل كبير. رؤية أفضل للجامعة وانفتاحها على البيئة طبعاً رؤية visibility وتعلم مدى الحياة وإطفاء الطابع الديمقراطي يمكن اتكلمنا على الديمقراطية قبل كده زملائي الأعزاء ذكروا هذا المفهوم في مداخلتهم وإطفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعرفة التي تصبح مع هذه الموارد المفتوحة بدون جدران. أدخل يعني جزء أكثر من التفصيل في مبادرة OER ويكي الثامنة. OER ويكي كانت مبادرة بالشراكة يعني كان فيها شريكين أساسيين هم مختبر التعلم بجامعة سوسة بإدارة السيدة الأستاذة الدكتورة ليليا شنيتي ومختبر التعلم بجامعة الإسكندرية تحت إدارتي والأهداف كانت إطلاق حركة في المجتمع الجامعي على مستوى هاتين الجامعتين وطبعاً بشكل أوسع في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الموارد التعليمية المفتوحة. وددنا أن نحرك المياه الراكدة في هذا الموضوع وددنا أن يستفيد بما أني كنت أتحدث عن الميزات أن يستفيد المعلمون والمتعلمون وجامعاتنا من هذا من هذه الحركة وهي الموارد التعليمية المفتوحة. الهدف الثاني هو تشجيع التعاون والمشاركة من خلال إنشاء المشاركة الموارد التعليمية المفتوحة وحرية استخدامها وتحسينها وإعادة توزيعها ودعوني طبعاً أن أشارك حضراتكم أن هذا لم يكن بالشيء الهين لأننا نغير ثقافة اعتدنا فيها أن يعتز ويتمسك كل منا بما قام إنتاجه من موارد تعليمية ولا يشعر الكثير في منطقتنا بالرغبة في المشاركة. الهدف الثالث هو كان المخرج الأساسي تصميم وإعداد بيئة ويكي لمشاركة الموارد التعليمية المفتوحة مما يسمح لمجتمع الجامعة بإنشاء محتوى مفتوح والتعامل فيه بمشاركات كمصادر تعليمية مفتوحة في الأساس بموجب ترخيص Creative Commons. كان عندنا يعني رزمانة أو كالندر علشان نعمل هذا الكلام قبل طبعا ابتدينا ان احنا نطلق المبادرة مع بداية السنة قبل 1 فبراير اثناء شهر يناير تم هذا الامر
بعد كده يوم 1 فبراير بدأنا إن الزملاء يسجلوا المشاركة في هذه المبادرة. يوم 1 مارس قمنا بويبينار أسبوع التعليم المفتوح، وده طبعا كان فيه عدد كبير من الخبراء ليتحدثوا يعني إيه وقتها، يعني فعلا كان الزملاء من مصر ومن دول أخرى يعني يحضرون هذا الويبينار، وكان البعض يعني لما بيقول creative commons يعني كان كأننا بنقول حاجة في كوكب المريخ، ويعني كان فعلا 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 يعني مفهوم في منتهى الحداثة بالنسبة لهم. ولكن قمنا بالتدريب بشكل جيد جدا، حتى 1 مايو ابتدينا نتلقى موارد تعليمية مفتوحة، وفي قمنا بإعطاء بعض ال يعني التقييم لما تلقيناه، ثم لأن نصل إلى 1 يونيو لأن نأخذ الموارد المعدلة لإطلاقها على المنصة OERWiki. الخطوات طبعاً قمنا الحقيقة في الويبينار الخاص بالOpen Education، Open Education Week كان يوم 1 مارس. حقيقة طبعا تحيه كبيره للاستاذ الدكتور قصير خليبي، يعني كان احد الخبراء او الخبير حقيقه تكلمنا على الاولي ارز، دكتور خالد براده، دكتوره هيفاء بن الحاج، دكتور محمود خليل من جامعه الاسكندريه، ودي كانت خطوه اساسيه اللي هي التدريب. ثم بعد التدريب، هذا التدريب الكبير، استمرنا في عمليه الارشاد والتوجيه للزملاء، فوصلنا من خلال الشبكات الاجتماعية، قمنا بالنشر الدوري بالنصائح يعني ما نسميه التبس يعني الصغيرة، عشان نقدر نساعدهم في هذه العملية يعني كانت تحمل تحدي كبير، النشر من خلال مجموعات المنتديات الإلكترونية، مجموعة واتساب للإجابة على الأسئلة. قمنا برضو بست ورش عبر الإنترنت للوعي والمعرفة العملية، واستهدفت الورش دي هذه المواضيع: الموارد التعليمية المفتوحة، خصائصها وخصوصيتها، تراخيص المشاعر الإبداعي، تصميم التعليمي وإنتاج مقاطع الفيديو التربوية. وكان يصل عدد المشاركين في كل ورشة عمل حوالي 100 عضو هيئة التدريس من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونفخر أيضاً أننا قمنا بكل هذا العمل وحرصنا أن نقوم به باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. يمكن هنا يعني أشارك حضراتكم بعض الإعلانات والتواريخ الخاصة بهذه الدورات أو الوركشوبس. يعني زي ما حضراتكم شايفين، شهر 4/2021، مش لحد مرور شهر 5. ويمكن أشارك حضراتكم برضو بعض الأفيشات الخاصة بهذه الويبينارات، إلى أن وصلنا إلى الحقيقة المرحلة الأخيرة، وهي إطلاق منصة OERWiki أتمنى. وطبعاً المبادرة سميناها OER أو سانجور، يعني كان الهدف إن إحنا هدفنا كنا نصل إلى 100 مورد مفتوح، لكن يعني نحمد الله أن وصلنا إلى أكثر ما كنا نتمنى. سريعاً نقيم هذه المبادرة. سريعاً من فضلك دكتورة غادة. سريعاً حول الفعل. طبعاً لو أشارك حضراتكم بعض التقييم السريع، هنجد أن الزملاء طبعاً 5 بتدل على أن أحسن نتيجة. هل تعتقد أن الأنشطة المقترحة علمتك في التعليم المفتوح؟ هنجد الجزء الموف أكثر، لي معظم الناس فعلاً اتفقت معنا في كذا. هل تشعر بالثقة؟ يس، يشعروا بالثقة. هل تشعر الثقة في معرفتك الجديدة وتقدر تشارك في موارد تعليمية مفتوحة؟ كانت الإجابات positive أو يعني إلى حد كبير، حتى اعتقدوا أن أساليب تدريسهم ممكن تتغير في معظم المشاركين، وشعروا بالقيمة المضافة. طبعاً في التقييم الكمي قمنا بالحصول على، هاخد يعني أرقام سريعة، 155 مورد على الموقع باللغة الفرنسية عشان كان عندنا لغتين، 118 على اللغة الإنجليزية، إجمالي المعروض 273. أقف عند الموارد باللغة العربية، 64 مورد باللغة العربية، وطبعا أشعر أن ده كان نجاح كبير جدا، معظم المساهمين كانوا من تونس ومصر. يعني كان في طبعا تجربة مختلفة،
أو يعني فئات مختلفة، وبعض الإحصائيات عن أعداد الريسورسز أو الموارد في هذه الفئات. بعض الرؤى المستقبلية، يعني لابد من تطوير هذه المنصة لأن تقع، كانت يعني إحنا عملناها اشتغلنا عليها سوا مع الدكتورة ليبيا، لتقع على اسم نطاق مؤسسي يرتبط بالجامعتين، قاموس البيانات والبيانات الوصفية، إعادة النظر في فئات الموارد، لأن بعض الفئات ما جاش فيها موارد خالص، وفئات أخرى كان فيها أكثر من اللازم. معايير العرض وجودته لابد أن نعمل عليها، يمكن إحنا كنا عايزين نشجع الناس فلم نكن قاسيين عليهم، ونشر الموارد على الصفحات بجميع اللغات. أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على المتابعة. ويمكن في حاجة أنا لم أضمنها في البرزنتيشن، لكن هي حقيقة قريبا جدا الحقيقة، هذه المبادرة يعني أوصلتنا لدعوة جامعتي الإسكندرية وسوسة لأن يكونوا على منصة هارفارد للموارد المفتوحة، المنصة الجديدة Lab Exchange. شكرا جزيلا لحضراتكم، وأسفى الإطالة دكتورة إيدي. شكرا زميلتي العزيزة دكتورة غادة على المداخلة التي عرفنا فيها على هذه المبادرة. لو ممكن تعملي stop sharing. حاضر. اوكي. نمر الآن إلى المداخلة الموالية، وهي مداخلة زميلنا الأستاذ الدكتور مختار بن هندة. سوف نأخذ الأسئلة في النهاية دكتورة غادة، الأسئلة التي تخص مداخلاتك، كذلك الأسئلة التي تخص المداخلة بتاع الدكتور مختار، والأسئلة التي تخص المداخلة بتاع الدكتورة صالحة. اسمح لي زميلي العزيز أستاذ الدكتور مختار بن هندة أن أقدمك. زميلي وصديقي العزيز مختار بن هندة هو أستاذ التعليم العالي بجامعة منوبة في تونس، وهو ملحق منذ 2005 بجامعة بوردو بفرنسا كمدرس وباحث في علوم المعلومات والاتصال، وهو أيضا عضو في كرسي اليونسكو بجامعة باريس 8 وفي شبكة أوروبيكام لكراسي اليونسكو في مجال الاتصال، خبير لدى وكالة الجامعات الفرنكوفونية منذ أكثر من عقدين للتدريب على تقنيات المعلومات والاتصال والتعليم الإلكتروني، وهو أيضا خبير دولي منذ 2004 داخل المنظمة الدولية للمواصفات إيزو، حيث ينسق إحدى مجموعات العمل التابعة للجنة الفرعية 36 المسؤولة عن توحيد تقنيات التعليم الإلكتروني. مرحبا بك أستاذ دكتور مختار بن هندة، مداخلتك عنوانها مقاربة تحليلية للموارد التعليمية المفتوحة في تقاطعها مع تراخيص المشاع الإبداعي والاستثناءات على حقوق التأليف والنشر. لكم 20 دقيقة لمداخلتكم، وأدعو زملائي الأعزاء الذين يشاركون هذه الندوة أن يطرحوا أسئلتهم على الديسكشن، وسوف نقوم في النهاية بطرح كل الأسئلة لكل المتدخلين. تفضلوا أستاذ دكتور مختار بن هندة. شكرا صديقتي وزميلتي على هذا التقديم، وشكرا أيضا على استضافتي للمشاركة في هذه الندوة العلمية القيمة التي أعتبرها في نفس الوقت أنها تحدي كبير بالنسبة لي، نظرا لأني لم أعتد كثيرا القيام بالمداخلات باللغة العربية نظرا لتواجدي في فرنسا واشتغالي باللغة الإنجليزية خاصة في إطار المنظمة الدولية للمواصفات، لكن قبلت هذا التحدي نظرا لأنه أكيد سيكون من خلاله إثراء لتجربتي في التعامل باللغة العربية في مجال تقني مليء بالمصطلحات الجديدة التي يمكن أن أقول أنني لم أكن معتادا على استعمالها. المهم، شكرا على هذه الاستضافة، وأرجو أن أكون في المجال الذي وقع تحديده لي لهذه المداخلة. أود أن أذكر أن مداخلتي أولا تندرج في إطار جملة من التساؤلات البحثية حول الموارد التعليمية المفتوحة من حيث تفرعاتها المختلفة وتقاطعاتها مع العديد من الموضوعات المتعلقة بالنشر الإلكتروني وحقوق التأليف والملكية الفكرية وتراخيص المشاع الإبداعي، وبالتالي فهي مواصلة لدراسة بحثية سابقة ثنائية التأليف قد أنجزتها السنة الماضية، وتمثلت في مقاربة تحليلية أيضا
بين الموارد التعليمية المفتوحة والأرشيفات المفتوحة من حيث التصميم والمعالجة ومجالات الاستعمال في الحقلين البحثي والبيداغوجي. لذا فالمداخلة هذه ليست سوف لن تكون مقرراً عن نتائج أحد المشاريع الجارية أو عرضاً لبرنامج تطبيقي متصل بالموضوع بقدر ما هي محاولة لتحليل بعض السياقات المرتبطة باستخدام الموارد التعليمية المفتوحة في علاقتها مع الظواهر التي ذكرتها في العنوان. وهذا طبعاً من خصائص العمل الأكاديمي في إثارة الجدل البحثي ومعالجة مظاهر الحيرة لدى الباحثين بالسؤال والبحث والتحليل. أبدأ مداخلتي حسب حول الموضوع بذكر وتذكير أنه هنالك تساؤلات عديدة حسب رأيي لا تطرح كثيراً عندما يتعلق الأمر بالموارد التعليمية وربطها بحقوق التأليف والنشر من ناحية أو بإدراجها في مجال تراخيص الإنشاء الإبداعي من ناحية أخرى، وهي تمثل جملة من التساؤلات في الحقيقة سنتقيد بها في هذا الحيز الزمني الضيق. التساؤلات هذه هي أولاً أطرح سؤال ما هي أهم ضوابط لحقوق التأليف والنشر وما هي استثناءاتها؟ ما هي أهم خصوصيات المشاع الإبداعي وتفرعاته وما إذا كانت في تعارض أو في انسجام مع حقوق التأليف والنشر واستثناءاتها؟ ما هي أكثر نقاط الالتقاء والتباعد بين استثناءات حقوق التأليف والنشر والمشاع الإبداعي؟ وهذا يجرني إلى طرح السؤال البحثي الجوهري الذي أثار اهتمامي، وهو لماذا ارتبط مفهوم الموارد التعليمية المفتوحة المشاع الإبداعي أكثر من ارتباطه بالاستثناءات في حقوق التأليف والنشر والاستخدام العادل؟ وفي هذه التساؤلات طبعاً العديد من الحيثيات حسب رأيي الهامة التي يجب التدقيق فيها لكل من الطلبة والباحثين على حد سواء، وهي حسب رأيي ضرورة وضرورية لإرساء ثقافة التخصص والتجديد في كل هذه المجالات التي ذكرت. يمكن حسب رأيي الإقرار بأن هذه المواضيع كما قلت في البداية غير متداولة بالدقة المطلوبة في الفضاء الجامعي، وهذا نتيجة لملاحظات نقوم بها في مجالنا التدريسي والجامعي في معاملاتنا مع الطلبة ومع الزملاء المدرسين، أنها ليست متداولة بالدقة المطلوبة، خاصة كما قلت لدى الباحثين الناشئين والطلبة المسجلين في دراسات الدكتوراه. وبالتالي نحن في جامعاتنا كما هو الحال بالنسبة لجميع الجامعات بفرنسا نقوم بدورات تحسيسية في إطار مناهضة السرقة الأدبية والعلمية، ونتعرض لكافة هذه المصطلحات، ومنها نستشف أن أغلبية الطلبة وأغلبية الباحثين الجدد ليس لهم إلمام وخبرة كافية بكل هذه المواضيع، الشيء الذي يضعهم في بعض الأحيان في إشكاليات حول حقوق التأليف وحول السرقات الأدبية والعلمية. يجب إذن التذكير هنا أن تطبيق حقوق التأليف والنشر يفهم عموما على أنه يمنع منعا باتا نسخ وتعديل وتوزيع الأعمال وأيضا الترجمة والتكيف دون موافقة المؤلفين. يعني هذا المفهوم الأولي الذي يصل إلى ذهن الطالب أو ذهن الباحث الناشئ على أن حقوق التأليف هي منع بات لاستعمال هذه الموارد دون أخذ الإذن. دكتورة ليليا أسفة بس السلايد بتاع دكتور مختار مش بتتحرك، هل ده عندي بس ولا عند الكل؟ عندنا كلنا نستنى فيها نقدم. أيوة اتحركت كده يا دكتور مختار، شكرا جزيلا. شكرا. عفوا. المهم يمكن الإقرار بأن هذه المواضيع كما قلت غير مألوفة للعديد من المستعملين من الطلبة والباحثين، وكما يجب التذكير أيضا أن تطبيق حقوق التأليف والنشر يفهم عموما على أنه منع باتا لكل هذه العمليات على مستوى الموارد التعليمية أو العلمية، وتستشف هذه الموانع لدى العديد من خلال علامة جميع الحقوق المحفوظة التي نراها في النشريات وفي الوثائق
والتي تفهم على أن مالك حقوق الطبع والنشر يحتفظ بجميع الحقوق التي يحميها قانون حقوق التأليف والنشر. وبالفعل هذا صحيح منذ إنشاء المورد ذاته، لكون أن هذه الحقوق تعتبر ضمنية دون ضرورة إلى المرور بإجراءات معينة لتسجيل الموارد لدى أي جهة معينة. من المهم أيضاً أن نذكر أنه في مسعى دولي لعولمة هذه الحقوق التي توفر بعض التوافق بين الدول، قامت اتفاقية بيرن لسنة 1886 بسن مجموعة من الأحكام التي تضبط الحد الأدنى من الحماية والدفاع عن حقوق التأليف والنشر، مع بعض الأحكام الخاصة في اتجاه الدول النامية. من هذه الأحكام الخاصة للدول النامية مثلاً توفير نفس الحماية في جميع الدول المتعاقدة، رخي الحماية التلقائية، توخي وتوفير الاستقلالية عن القوانين المحلية. ثم بالعودة إلى مفهوم القيود والاستثناءات في قوانين حقوق التأليف والنشر، للتعريف بهذه الاستثناءات في مجال حقوق التأليف والنشر، يدل أين هذا المصطلح على كما يدل المصطلح ذاته، أي أنها استثناءات، هي أحكام تسمح باستخدام الأعمال المحمية بحقوق التأليف والنشر دون إذن مسبق أو ترخيص من المؤلف أو مالك الترخيص، وهي تعتبر اختيارية مقارنة مع إلزامية الحماية لحقوق المؤلفين، وتمثل بذلك الخيط الفاصل بين الاستعمالات القانونية وغير القانونية للموارد المحمية بقوانين حقوق التأليف، كما ضبطت لتحديدها شروطا أساسية منصوصا عليها باتفاقية بيرن، منها أن تغطي الاستثناءات الحالات الخاصة، منها البحث أو التدريس أو الاستعمال العائلي، المكتبات والأرشيف، الاستعمال الشخصي، الإتاحة لذوي الحاجيات الخاصة كما وقع ذكره، أن لا يتعارض الاستثناء مع الاستغلال العادي للعمل المحمي من حيث الحقوق العامة للمصدر والوثيقة، أن لا يحدث تعسف على المصالح المشروعة للمؤلف مثل تحويل وجهة الفوائد المادية أو المعنوية للمؤلف. وفي هذا المجال تختلف التقييدات والاستثناءات المعيارية من بلد إلى آخر في أهدافها وعددها. وفي الواقع تتم إقرار هذه الاستثناءات لتشكل جزءاً من التوازن الذي يجب تحقيقه بين مصالح أصحاب الحقوق، أي تحسين إيرادات المبدعين والمساهمة في الإنتاج الثقافي والإبداعي العام من خلال الاستعمال المفتوح الشرطي. من بعض الأمثلة في خصوص الاستثناءات المتداولة، نذكر تلك التي وردت في المادة 10 من الاتفاقية من اتفاقية بيرن، وهي أساساً السماح لمؤلف مثلاً أو ناشر باقتباس أجزاء صغيرة من عمل آخر للشرح أو الاستشهاد بها، السماح للمدرسين بنسخ مواد الاستخدام في الفصول الدراسية، السماح للمكتبات ومراكز الأرشيف في إنشاء نسخ للقراء أو لحفظ الذاكرة، السماح للمستفيدين بإنشاء نسخة من عمل معين لحاجيات شخصية، السماح باستعمال الأعمال المحمية لفائدة أصحاب الإعاقة، وهذا في علاقة مع معاهدة مراكش في سنة 2003 لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ذوي إعاقة أخرى. بالنسبة لي استخدام العادل، وهو الشكل الثاني من الاستثناءات لحقوق التأليف والنشر، توضحه المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت مفهوم الاستخدام المجاني، وهو شكل من الاستثناءات التي أخذت رواجاً دولياً انطلاقاً من أحكام قانونية تعتمد في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وينبني استعمال العادل على عناصر متعددة، منها مثلاً الغرض من الاستعمال، أي طبيعة الاستخدام لهذه الموارد، إن كانت تحويلية أو لتعبير جديد أو لمجرد نسخ الأصل، طبيعة العمل المنجز، أن يكون العمل الجديد في الغالب منتجاً أصلياً للمستخدم، نوعية العمل المنجز، أن يكون العمل الجديد من نوعية الناقد أو المحاكاة الساخرة أو من أجل التعليم، مقدار وجوهر الجزء المستخدم من العمل الأصلي، أن يكون جزء صغيراً من المواد الأصلية المستخدمة، ثم تأثير الاستخدام على العمل الأصلي، أي عدم التنقيص من القيمة التجارية للأصل.
وهذا الاستخدام العادل يقع تطويره حسب القوانين وحسب البلدان، منها مثلا في الولايات المتحدة أنه يقع استخدامه في لحماية المحاكاة الساخرة الساتاير، استخدامات تعليمية معينة الإديوكيشن، والسماح لمحركات البحث مثلا بإظهار صور صغيرة في إطار نتائج البحث. وأهم خصوصيات تراخيص المشاع الإبداعي وهي النوعية الثانية من التراخيص بالنسبة لحقوق النشر، أنه هنالك بعض العوامل في حقيقة الأمر التي ساهمت في ظهور هذا النوع الجديد من التراخيص، والكل يعلم أن هذه التراخيص ظهرت مؤخراً سنة 2001، وتابعتها يعني نصوص وقوانين متعددة، وتكونت حولها جمعيات استعمال متطورة وساهمت يعني في تطويرها ودعمها. وفكرة إنشائها في الأصل هي تعود إلى ضرورة توفير بنية تحتية مجانية وعامة وقائمة على مجموعة واضحة من المعايير التي تحقق الموازنة بين واقع الإنترنت المفتوح وشبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية وما تمثله من إمكانيات الوصول المفتوح للموارد من ناحية، وواقع قانون الملكية الفكرية المحدد لهذه الإمكانية من ناحية أخرى. ولهذه ولتراخيص المشاع الإبداعي أهداف معينة، خاصة أن تقنن البعد الانسيابي للموارد على شبكات الإنترنت، منها خاصة نعرف أن اليوم نعيش ظاهرة البيك داتا وكثافة الموارد التي يتم تبادلها بين المستفيدين، وليس كمجال النشر بالتراخيص المحددة أين تكون عملية التبادل والنشر، يعني ضيقت المجال. وبالتالي تسمح لمؤلفي المحتويات بالإبلاغ عن الحقوق التي يحتفظون بها والحقوق التي يتنازلون عنها لصالح المستعملين. سياقتها أيضا تأتي في إطار جميع الحقوق المحفوظة التقليدي الذي تم إنشاؤه بواسطة قوانين حقوق النشر منذ 1710 بإدراج مبدأ بعض الحقوق المحفوظة، إشارة إلى طابعها الاختياري في مستويات حق الاستعمال. سامحني مختار سلايدز هما اوكي، معذره عن هذا. شكرا. اذا يمكن اعتبار تراخيص المشاع الابداعي في نهايه الامر كتصحيح وليس كحلا لاشكاليه يعني التراخيص ولمشاكل نظام حقوق النشر. بالمقارنة مع حقوق النشر فهي أكثر مناصرة للمستخدم إذا أردنا أن نعتبرها من وجهة نظر المستفيدين، وهي لا تؤثر على أي حريات يمنحها القانون لحقوق التأليف والنشر مثل الاستثناءات أو الاستخدام أو التعامل العادل. من المبادئ الأساسية لتراخيص المشاع الإبداعي، لن يتم الاعتماد على تراخيص المشاع الإبداعي أو الامتثال لشروطه في حال السماح باستخدامه في الموارد المرخصة تحت الاستثناء أو التعامل العادل. وكما يبينه الجدول، يعني المشاع الإبداعي يأتي بين طرفين، بين حقوق النشر من ناحية والمجال العام أين لا توجد الحقوق بالتمام. هنالك أيضا مقاربة بين المشاع الإبداعي وحقوق التأليف والنشر، يعني من الضروري أيضا أن نقوم بهذه المقاربة نظرا لأنه هذا محور البحث الذي أردت أن أقوم به. وبهذه الطريقة يمكن أن نقول أن تراخيص المشاع الإبداعي توفر في أقصى درجاتها نقطة عبور بين الحقوق الكاملة للمؤلفين من ناحية وانعدام الحقوق تماما في المجال العام. وهنالك صنفين من التراخيص المشاع الإبداعي التي لها تلعب هذا الدور التواصلي بين طرفي نقيب. الأولى هي نسب المصنف الأكثر قربا من المجال العام، والترخيص نسب المصنف غير تجاري منع الاشتقاق، وهو الأكثر قيودا والأقرب إلى حقوق التأليف، يعني أنه هنالك ثمة تواصل بين هذه المجالات الثلاث، والمشاع الإبداعي يلعب دورا، ويمكن أن نعتبره اليوم أنه حمزة وصل بين
هذه المجالات ويكون ما يسمى بالإيكو سيستم في مجال النشر بصفة عامة. وتوفر تراخيص المشاعر الإبداعي في أقصى درجاتها نقطة عبور بين الحقوق الكاملة للمؤلفين من ناحية وانعدام الحقوق تماما في المجال العام. كما قلت هذه التراخيص من نوع الصنف الأول ومن الصنف الثاني توفر هذا التواصل بين هذه المجموعات من طرف إلى آخر. كما تشير أيضا هذه الصفحة أو هذا الجدول أن قيود منع الاشتقاق هي السبب الرئيسي في جعل في 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 أنها لأنها تجعل من تراخيص الشعر الإبداعي غير معتبرة كأنها غير لا يمكن وضعها في خانة الوصول المفتوح أو الأوبن أكسس نظرا لهذه الموانع التي تفرضها قيود منع الاشتقاق. وكما يبينه الجدول فإن كل التراخيص التي فيها هذا البعد أنها تمنع أي عملية دمج أو عملية ما يمكن القيام به من استخراج من إعادة تهيئة الموارد التعليمية المفتوحة. لذا بالنسبة للموارد التعليمية المفتوحة واستثناءات حقوق التأليف والنشر يعني دراسة مقارنة في حقيقة الأمر يطول الحديث في هذا المجال، لكن أود أن أشير إلى دراسة مدققة ودراسة يعني دراسة قام بها الأستاذ الدكتور مدير فيكتور نبهان وهو رئيس الجمعية الدولية الأدبية والفنية، قام خلالها بمعاينة هذا الموضوع والإدلاء بالعديد من البيانات التي تخص هذا الموضوع وإدراجها في الإطار الدول العربية من حيث التشريعات ومن حيث النصوص ومن حيث التطبيقات التي وقع اعتمادها في الدول العربية مع العديد من التوصيات بالنسبة خاصة للاستثناءات في مجال التعليم وهو الذي يهمنا هنا في علاقة مع الموارد التعليمية المفتوحة. إذن سوف لن أدخل في التفاصيل والحيثيات نظرا لأن هذه الوثيقة تقوم بالكشف الكامل لكل هذه الحيثيات وما يتعلق بهذا الموضوع. ربما أنهي هنا نظرا للوقت أن وأقول أن الموارد التعليمية المفتوحة وعلاقتها بتاريخ تراخيص المشاع الإبداعي أن تراخيص المشاع الإبداعي بالنسبة لي تبقى أنسب الحلول للموارد التعليمية المفتوحة لعديد الأسباب. أولاً أنها تستند إلى أحكام مقننة ومضبوطة بموجب الحقوق الملكية الأدبية والفكرية للمؤلفين وللقانون العام، ثم لأنها تستند أيضاً إلى مجموعات ممارسة دولية تقوي البعد التطبيقي في تنصيبها واستخدامها، وبالتالي أيضاً هي تستجيب بامتياز إلى متطلبات المجال التعليمي في صياغة واستعمال الموارد التعليمية المتكيفة مع السياقات بفضل خصائصها الخمس التي وقع ذكرها. ثم في نهاية الأمر أود تقديم بعض الملاحظات أو التوصيات العامة تندرج أساساً في شقين. أولاً التركيز على التشريعات الدقيقة للدول العربية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية في تصميم تشريعات وإنجاز تشريعات تتماشى مع مقتضيات العولمة وتستجيب لمقتضيات المحلية لعديد الدول، لأن المناخات تختلف وفي كل مجال يجب بعض النصوص التي تأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات الخاصة. ثم على المستوى البيداغوجي والتربوي من الضروري تحديث برامج التعليمية والتكوينية بالنسبة للطلبة والمهنيين حول مختلف المفاهيم المتعلقة بحقوق المؤلف والنشر بالمجال العام والملكية الفكرية المشاع الإبداعي ومناهج استخدامه الموارد التعليمية المفتوحة إلى غير ذلك. ثم مواصلة البحث في بعض الظواهر الاستراتيجية للتعليم المفتوح، وهذا موقف استشرافي للتهيئة إلى ما سيأتي من جديد في إطار هذه المواضيع، منها إدماج الموارد التعليمية المفتوحة بنظام حكومة الجامعات، اعتماد إنتاج الموارد التعليمية المفتوحة في التدرج الوظيفي العلمي للمدرسين،
كما يقع القيام به في مجال الأرشيفات المفتوحة، الموارد التعليمية المفتوحة الرسمية وغير الرسمية، وكذلك الحاجة إلى نماذج أعمال مستدامة للموارد التعليمية المفتوحة. وشكراً على المتابعة، ومعذرة على التعسف على اللغة العربية، نظراً كما قلت في البداية أني لست معتاداً كثيراً باستعمال اللغة في المنتديات العلمية، وشكراً لكم. شكراً جزيلاً صديقي العزيز مختار لهذه المداخلة القيمة، والتي استمتعنا بالعديد من المعلومات التي تخص المشاع الإبداعي والموارد التعليمية المفتوحة والعلاقة التي موجودة بين هذين الموضوعين. سوف نطرح بعض الأسئلة في الدقائق المخصصة للديسكشن، وسوف أعطي الكلمة الآن إلى زميلتنا الدكتورة صالحة عبدو من السودان. تشرفنا زميلتنا بحضورك، ولك الكلمة. سوف أسمح لي أن أقوم بتقديمك. لحظة. زميلتنا صالحة عبدة هي محاضر الاقتصاد بجامعة السودان المفتوحة، لديها أكثر من 9 سنوات من الخبرة في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وخدمات دعم الطلاب الأكاديمية والغير الأكاديمية. تخرجت بدرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة الخرطوم. هي باحثة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، وتابعت دورات متدرجة في الاقتصاد والبحث العلمي، كما أنها ناشطة على المستويين الوطني والدولي، وتشمل أنشطتها الرئيسية في السودان الأبحاث في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وتصميم وتطوير دورات التعليم الإلكتروني والامتحانات الإلكترونية، وقامت ببناء مهارات استخدام نظم إدارة التعلم ونظام دعم الطلاب وما إلى ذلك، وركزت جهودها على زيادة الوعي بقضايا التعليم المفتوح في السودان، وهي تتطلع لأن تكون خبيرة في التعليم المفتوح وخدمات دعم الطلاب الغير أكاديمي. زميلتي العزيزة لك الكلمة، وسوف تحدثيننا مدة 20 دقيقة ماكسيموم على التقنيات التحويلية في جامعة السودان المفتوحة. لك الكلمة، شكرا لحضورك. مرحبا، شكرا جزيلا زميلتي وأختي دكتور ليلى. هل تسمعيني؟ نعم، جيد جدا. مرحبا بكم، مرحبا بكم جميعا، وفرصة جميلة جدا أنه نتشارك في مؤتمر التعليم المفتوح. لأنه التعليم المفتوح يعني هو نوع جديد، ما فيه نظريات قديمة، فالمؤتمرات والندوات واللقاءات زي دي بتساعد على تلقيح الأفكار، ففرصة عظيمة إني أكون مشاركة معكم. أقوم الآن بمشاركة هل الآن العرض واضحاً لديكم؟ الآن العرض، الصوت في بعض الأحيان متقطع، بس العرض الوقت الحاضر واضح. شكرا جزيلا على الملاحظة. طيب، العرض هذا سيكون تحت عنوان التقنيات التحويلية، كيف يمكن أن تحدث فرقا وكيف يمكن تحويلها، دراسة حالة على جامعة السودان المفتوحة. طيب، هستعرض معكم في البداية محتويات العرض أو محتويات البرزنتيشن، بتكون من 5 محاور: المقدمة، ثم خلفية عن جامعة السودان المفتوحة، ثم لماذا التقنيات التحويلية واستخدامها في التعليم، ثم سألف إلى أهداف الدراسة التي قمت بإجرائها، ثم النتائج والخاتمة. بدأت سأحدثكم قليلاً عن جامعة السودان المفتوحة. هي جامعة 2002 كأول جامعة حكومية. جميع الجامعات تتبع لنظام التعليم الوجاهي أو traditional education أو التعليم الوجاهي الذي يستخدم الحوجة للجامعات المفتوحة في بلد زي السودان. بالطبع يعني مهم جدا.
فلذلك في هذا في العام 2002 مجموعة من العلماء قدموا مقترح لإنشاء وتصديق هذه الجامعة. الجامعة لديها كليات، 8 كليات، كلية التربية، كلية العلوم الإدارية، كلية علوم الحاسوب، وكلية القانون، كلية اللغات، وكلية الاقتصاد، وكلية الإعلام، وكلية تنمية المجتمع. طيب، الجامعة لديها 18 فرعا في ولايات السودان المختلفة. لدينا 18 ولاية، في كل ولاية لدينا فرع. إذن جامعة السودان المفتوحة منتشرة في كل ولايات السودان. طيب، مع هذا الانتشار الواسع في كل ولايات السودان، والجامعة تتبع لنظام التعليم عن بعد أو التعليم المفتوح، لا بد من إدخال التقنيات التحليلية بيتم عن طريق المعلومات، بحيث إنه طالب استخدام واحد من الوسائل الأساسي في استخدام التقنيات التحليلية. إنه السودان بلد مترامي الأطراف، ولدينا في كل ولاية عدد من الطالبي العلم، وبما إنه التعليم المفتوح فصل بين الأستاذ والطالب، لازم يستعيد عن هذا، عن هذه السياسة، سياسة الانفصال، بطرق أو باستخدام وسائل بديلة، وهي ما تعرف بالتقنيات التحويلية. طيب، أهداف هذا العرض أو أهداف هذه الورقة، نسبة لشح المعلومات، يعني كما ذكرت في التعليم المفتوح، لأنه هو تعليم، نوع من التعليم الجديد، فلازم نقدم أو نبحث في كيفية تقديم معلومات أساسية حول الأدوات التقنية، الأدوات التقنية التحويلية، بحيث إنه تعرف تطبيقها. طيب، التقنيات التحويلية. طيب، تقدم الدراسة، تقدم الورقة هذه دراسة حالة عن الأدوات التحويلية في السودان، كمثال لشرح كيفية استخدام هذه الأدوات في التعليم. ومثال لهذه الأدوات التحويلية الامتحانات الإلكترونية، مثلاً الواجبات الدراسية، استخدام المنصات، عملية القبول والتسجيل إلكترونياً، إنشاء الـ OER أو المصادر التعليمية المفتوحة، والتي تساعد في تحسين تقديم خدمة التعليم بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ كما تعلمون. فده مثال للأدوات التحويلية. الأدوات التحويلية التي أطلقتها جامعة السودان المفتوحة كما أشارت الورقة إلى 6 أدوات، هي في الأول عملية القبول والتسجيل. لا بد أن نستخدم التقنية في عملية قبول وتسجيل الطلاب، لأن طالبي خدمة التعليم المفتوح أعدادهم هائلة، وكما ذكر زميلي في العرض السابق، نحن الآن في عرض في زمن البيج داتا، فلازم نستخدم التقنية عشان ما تسهل علينا عملية القبول والتسجيل. ففي السابق كان التعليم يستخدم النظام الورقي في التسجيل وما إلى ذلك، والقبول وما إلى ذلك. الأداة الثانية التي أطلقتها جامعة السودان المفتوحة أو استخدمتها هي نظام الواجبات الدراسية والمنصات والمصادر التعليمية المفتوحة والتطبيقات التعليمية. والكل يعلم أن استخدام التطبيقات التعليمية أصبح سهلاً ورائياً وأثبت فعاليته في عملية التعليم. لذلك الجامعة أطلقت الإذاعة والتلفزيون ونظام الامتحانات الإلكترونية. سنتناول هذه الأدوات
واحدة تلو الأخرى. تتم لكل طلاب الراغبين في خدمة التعليم المفتوح. فجامعة السودان المفتوحة لديها نظام يقوم بتسجيل الطالب ومن عملية التسجيل الأولى وحتى التخرج إلكترونية. وطبعا هو ظاهر في الصورة باسم البوابة الإلكترونية لجامعة السودان المفتوحة. هنا يسجل الطالب وهنا يتم إظهار نتيجة القبول وهنا يظهر له الواجب الدراسي وهنا يتم اختيار مقرراته الدراسية وما إلى ذلك كأداة أولى ومهمة في التحول الرقمي. كما ذكرت أن الواجبات الدراسية هي الأداة الثانية التي أدخلتها جامعة السودان بإجراء واجب دراسي ورقي من خلاله يمكن الطالب من إجراء الواجب الدراسي وفي الحال يتمكن الطالب من معرفة درجته في الواجب الدراسي ثم بعد ذلك يكمل باقي امتحاناته إلكترونية. طيب الجامعة لديها ثلاثة برامج للامتحانات الإلكترونية ولديها بنك أسئلة واسع جدا يشمل أكثر من 500 مقرر 500 امتحان لمقررات مختلفة في كل هذه التربية. أي بمعنى أن الجامعة تمتلك 500 كتاب في كل كتاب لديها مجموعة من الأسئلة مجموع هذه الأسئلة تكون بنكا إلكترونيا. فهذه أداة أظنها مهمة جدا بحيث أنه بدل ما نستخدم النظام الورقي ويختم المسألة. خدمة جامعة السودان المفتوحة هي في هذه الصور يظهر لدينا نظامين أو تطبيقين. تطبيق للـ OUS exam للإكزام وتطبيق آخر للـ OUS TV. هذا مثال للتطبيقات التي أطلقتها جامعة السودان المفتوحة لكي تساعد الطلاب في إكمال العملية التعليمية. الأداة الرابعة هي نظام دعم البوابة الإلكترونية البوابة الأكاديمية الذكية قسم خاص باستعلامات الطلاب وهو يعتبر نوع من الدعم الذي يحتاجه طالب التعليم المفتوح. فكما ذكرت أن سياسة التعليم المفتوح فصلت بين الأستاذ والطالب فالطالب عشان ما يحس بأنه هو يعني بعيد فأنشأت له نظام من الدعم الغير أكاديمي يمكنه من خلاله أن يتساءل أن يتلقى المساعدة حينما يطلبها. طيب الأداة الخامسة والمهمة وكما ذكر زملائي من قبل هي المصادر التعليمية المفتوحة الـ OER. ولا شك الآن أن العالم أجمع يتحدث بلغة الـ Open Educational Resources فهي مهمة جداً لإسراء العملية التعليمية. الأداة الأخيرة التي استخدمتها جامعة السودان المفتوحة والتي أشرت إليها في الورقة هي المنصات الرقمية. فالمنصات الرقمية مهمة خالص لأنها بتساعد الطلاب إنه يكونوا قريبين من الجامعة ممكن يتلقوا فيها الدعم الأكاديمي لأنه هنا الكتاب بيتم عرضه أو المحاضرات بيتم عرضها بطريقة خاصة فيمكن أن يتم تلخيص الكتاب كما في نظام تدارس هنا الظاهر لديكم في الشاشة يمكن أن يتم تلخيص مقرر كامل في أقل من ساعة عن طريق فيديوهات تعليمية قصيرة وأصبحت فكرة رائجة
لأنها تزلل بعض الصعوبات التي يواجهها الطالب حينما يدرس لوحده. طيب هنا ظاهر في الصورة دي المراكز التعليمية في جامعة السودان المفتوحة. طيب بهذه التغنية وبهذه الأدوات التحويلية في عمر جديد يعني ظهر أمامكم في الصورة. طيب لدينا 14,000 طالب مسجل في نظام الجامعة الذكية، وأسف هنا لخطأ بسيط في الرقم. لدينا في آخر امتحانات 13,000 طالب أدى امتحانه إلكترونيا، وهذا تحدي كبير في بلد زي السودان مترامي الأطراف، تحديات كبيرة كما تعلمون في الكهرباء، في شبكة الاتصالات، أنسون. لديها 9 تطبيقات تعليمية ذكية، لدينا 500 كتاب منهجي مصمم تصميما خاصا يناسب التلف واجب دراسي. فكما أشرت أن الواجبات الدراسية تتم بطريقة إلكترونية. لدينا 10 محطات إذاعية، وهذه الخريطة تمثل الإذاعات موزعة على جامعة السودان، على السودان، فكل ولاية لدينا فيها محطة إذاعية من خلال خاطم طلابنا بخاطب المجتمع وما إلى ذلك. طيب اقتراحاتها إجراء المزيد من البحوث صانعي القرار بأنه يتخذوا السياسات السليمة التي تساعد على ازدهار وانتشار التعليم المفتوح. ولا شك أن بعد كوفيد 19 أصبح الجميع يتحدث بلغة التعليم عن بعد، الأوبن إديوكيشن and so on. طيب اقترحت الدراسة تشجيع أعداد كبيرة من الطلاب المسجلين في الأوبن and Distance Education بشكل عام، وخاصة في السودان، وخاصة في جامعة السودان المفتوحة، بشرط أن تبقى تكلفة الطالب في المستوى الأدنى. الجميع يعلم أن تكلفة التعليم المفتوح تكلفة مرتفعة قليلاً، ولكن نشجع على تقديم الخدمة مع تغليزات مع الإعلانات العليا لجذب المزيد من الطلاب. على الأقل نملكهم عن طريق التعليم المفتوح، المساعدات، نوع الدعم الذي سيتلقونه، الدعم الأكاديمي والدعم اللا أكاديمي أو اللاصفي. هنا أذكر الورقة تقترح أيضاً يجب تقديم برامج فريدة ودورات تدريبية على الإنترنت في نظام Open and Distance Education. لا بد لمجال التعليم المفتوح أن يطرح أبواباً في العلوم غير الأبواب أو العلوم النظرية، فلما لا أن نطرق أبواب العلوم العلمية مثلاً، ونستخدم التقنية على أكمل وجه. مواكبة ما تم تقديمه في التقنيات التحويلية وما إلى ذلك. أيضا تقترح الورقة الاستثمار في تغيير برامج التعليم التقليدية والورقية والتغلب على التحديات كما ذكرت. من أهم المقترحات لابد لنا أن نقدم. في الختام أشكركم جزيلا على حسن استماعكم، وسعيدة جدا بمشاركتي في هذا المؤتمر القيم والذي يمكننا من تبادل الأفكار والرؤى والمقترحات. شكرا جزيلا زميلتي. شكرا جزيلا زميلتي العزيزة، وتمكننا من متابعة مداخلتكم، شكرا لاحترامكم الوقت، وتمكننا من متابعة المداخلة رغم فما بعض التقطع للصوت في بعض الأحيان، لكن
كنا قادرين أظن أغلبنا أنه نتابع المداخلة ونشوف النتائج التي قمت بها في السودان، وتعرفنا طريقة يعني التعليم الإلكتروني واستعمال التعليم التكنولوجية التعليمية في البلد، في بلدكم وفي جامعة السودان المفتوحة. شكرا جزيلا. نمر الآن إلى المرحلة الأخيرة من هذه الندوة، والتي هي تخص السؤالات فيما يخص المداخلات الثلاثة الأخيرة. لكن إذا كان عندنا بعض الأسئلة للمداخلتين الأولين اللي هما مداخلة الدكتور محمد جبني والدكتور كثير خريبي، ممكن زيادة نطرح الأسئلة عليهم. نبتدي الأول بالسؤالات التي تخص المداخلات التي تعرفنا عليهم في الوقت الحالي، اللي هما مداخلة السيدة الدكتورة غادة الخياط، مداخلة الأستاذ الدكتور مختار بن هندة، ومداخلة زميلتي العزيزة دكتورة صالحة عبد. كان ثم سؤال للدكتورة غادة الخياط. غادة، هل أنت معنا؟ غادة؟ أيوة يا ليلي، أنا معكم. مش نطرح لك زوز أسئلة. فما سؤال أول تطرح في الديسكشن، وهو حول الموارد التي يتم إعدادها من طرف عدة مدرسين في إطار مشروعكم، وهل كانت هناك صعوبات في اختيار التراخيص؟ أظن أن السؤال يخص، هو سؤال عن زميلنا المقرر لهذه الندوة، اللي هو الدكتور عادل بن تزيري، وهو أظنه يتحدث عن عملية إنتاج موارد تعليمية مفتوحة في هذه المبادرة، مبادرة المخبر تعلم ويارويكي أتمنى، وكيف قمنا بالاهتمام في بعض الموارد التي يقوم العديد من المدرسين بإنتاجها في نفس الوقت. يعني هناك تشارك في إنتاج نفس المورد من طرف العديد من المدرسين. هذه النقطة الأولى في السؤال. والنقطة الثانية في السؤال هو كيف توفقنا في يعني إيجاد حل لمشكلة اختيار التراخيص للموارد التي وقع وضعها على المنصة. هذا السؤال الأول، سوف أطرحه في مرحلة ثانية سؤال ثاني. تفضل دكتورة غادة. ليليا، بعتذر، العرض كان طويل شوية، تهت يعني شوية منك. المشكلة في اختيار التراخيص، هل كان في مشكلة في اختيار التراخيص؟ هذا النقطة الثانية. والنقطة الأولى، لو كان فما العديد من المدرسين، يعني مثلا 2 أو 3 مدرسين اشتغلوا في نفس الوقت مع بعض على نفس المورد، هل كان فما تشارك في إنتاج الموارد؟ وهل معناها كان بس يعني اول الجزء الاول من السؤال، يعني ما كانش في تشارك في انتاج الموارد بشكل واضح بالنسبه لنا، او على الاقل قد يكون هذا تم ما بين الناس وبعضهم، لكن لم يظهر لنا غير مورد يعني حصل له سبمشن او تم رفع الاو اي ار ويكي باسم الاستاذ اللي رفع المورد. فهذا الامر قد يكون حدث في الكواليس ولكننا لا نعرف، دي اول حاجه. لكن أتصور أن حصل بعض المشاركات أكيد، عشان كان في مجموعة من الناس مهتمة بالموضوع. يمكن الحاجات اللطيفة جدا، يمكن هي مش مشاركة بس، يعني دكتور عادل حركت يعني حاجة أنا بصراحة عجبتني جدا، كلية الأداب جامعة الأسكندرية كان عندها مجموعة كبيرة جدا جدا من التسجيلات بإذن أحد الأساتذة الراحلين رحمة الله عليه، يعني الدكتور ممدوح دنامي، وهم يعني أعجبوا جدا بفكرة المشاركة في الموارد، فذهبوا إلى الأسرة ليسألوا إذا كانوا ممكن أن يشاركوا بهذه الموارد كموارد مفتوحة ولتكن صدقة جارية على روحه يعني. فيمكن وصلنا بالفكر إلى هذا الأمر، فدي حاجة نحن شاهدناها ودي كانت شيء جميل جدا. بالنسبة للتراخيص، ما كانش في مشكلة في اختيار التراخيص. الناس بشكل عام كانت بتحب الـ CC by NC، ويعني هم شايفين ان دي حاجة سابوها للعامة بدون ما يتربحوا منها، فبالتالي مش مفروض حد يعمل لها ترب يعني يتربح منها. يمكن ده دي معظم دي كانت اغلب الترخيص اللي كان موجود، فما كانش في مشكلة as long as ان هم
الزملاء اللي بيستخدموا المورد لا يستفيدوا منه ماديا، فما كانش في اي تحفظ من الزملاء. ارجو اكون جاوبت. شكرا. قبل ان امر لسؤال للاستاذ دكتور مختار بن هند، انا عندي من سؤال ليك دكتوره غاده. انت بصفتك منسقه لوحده الابتكار البيداغوجي ومدافعه شرسه على الابتكار البيداغوجي، هل يمكن انك تعتبر ان الموارد التعليميه المفتوحه تساعد كثيرا في يعني في ارساء الابتكار البيداغوجي في الجامعات؟ وحسب رايك ما هي اهميه الابتكار البيداغوجي في علاقه بالتعليم الالكتروني والموارد التعليميه المفتوحه؟ الموارد التعليمية المفتوحة بتدي فرصة للمستخدم، مش هقول لمعلم ولا متعلم، بس المستخدم أن يكون أمام ريزرفوار أو يعني مستودع كبير جدا 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 من الموارد، فهذا في حد ذاته قد يجعل المتعلم يتعلم بشكل أفضل وبشكل مبتكر، وقد يجعل المعلم يستفاد بالموارد دي في خلق سيناريوهات يمكن لم تكن قد تكون متاحة أمامه لو ما كانتش موجودة كل هذه الموارد، عشان قد تكون موارد مصممة بشكل معين قد تعطي فكرة سيناريوهات بيداغوجية معينة، فأتصور إنها مادة خام تغذي الابتكار البيداغوجي وتسمح بتصميم سيناريوهات مختلفة قد تكون غير تقليدية، عشانها معتمدة على يعني مجموعة من الموارد تم تطويرها بكونسبتس مختلفة أو بمفاهيم مختلفة. شكرا صديقتي العزيزة دكتورة غادة. أمر الآن إلى سؤال إلى أستاذ الدكتور مختار بن هندة، وهو سؤال من زميلنا في الجزائر محمد الهادي بالحاج، وهو ما هي حسب رأيكم العلاقة بين الموارد التعليمية المفتوحة والمشاع الإبداعي من ناحية والسرقة الأدبية؟ يعني هل يمكن يعني استغلال هذين الموضوعين يعني أو هذين الأهمية يعني بتاع الموارد التعليمية المفتوحة والمشاع الإبداعي للحماية من السرقة الأدبية؟ شكرا على السؤال وشكرا لصديقي محمد بالحاج. فقط السؤال يحتوي على شقين، شق يعني إجرائي وشق عملي. يعني الإجراء من ناحية هنالك إجراءات للحفاظ على الملكية الفكرية على مستوى باستعمال الكرياتيف كومنز، وهذا من جانب المصمم أنه يختار ترخيص معين لإدراجه في إنتاجه الفكري. ومن ناحية أخرى البلاجية هي ممارسة من الشق المقابل، وبالتالي العملية فقط هي من الجانبين، المصمم للوثيقة عليه أن يختار الترخيص الذي يلائمه الذي يناسبه الذي يقتنع به في إطار المشاركة، وما هي الحقوق التي يسندها إلى المستفيد وما هي الحقوق التي يحتفظ بها، وبالتالي هو يحصن نفسه ويحصن وثيقته من السرقة الأدبية. ولكن كما يحدث في جميع المجالات، يعني تقوم بكافة الإجراءات بالنسبة للحماية، لكن على مستوى الاستعمال هنالك من يسمح لنفسه بأن يضع نفسه في وضعية سرقة أدبية، وبالتالي يستعمل الوثيقة الرغم أن كل الإجراءات لحماية هذه الوثيقة موضوعة على الوثيقة إلى غير ذلك، بحيث هنالك مصمم واقترح وثيقة واتبع في ذلك جميع الإجراءات لحمايتها، ومن ناحية أخرى هنالك مستفيد الذي تغاضى عن هذه المواصفات واستعمل عنوة هذه الوثيقة، وهو في ذلك الوقت في حالة غش وفي حالة سرقة أدبية. بالتالي لا يمكن قطعا أو جزما منع السرقة الأدبية مهما فعلنا في إطار صياغة الموارد التعليمية واستعمال الرخص المتعلقة بذلك، بحيث هذه سؤال ذو وجهين والعلاقة بينها ضعيفة جدا، لأنك يعني لا يمكنك أن تفرض عدم استعمال أو عدم سرقة مواردك، لكن النصيحة التي نقولها دائما أنك
احمي نفسك باستعمال احدى التراخيص، وبالتالي انت في وضعيه قانونيه جيده، والمخطئ هو الذي يتجاوز هذه التراخيص ويضع نفسه في وضعيه غير قانونيه. ولذلك سوف اطرح سؤال ثاني وهو في نفس السياق، يعني من زميلنا الدكتور كثير، هل انت مع المدافعين على مبدا عدم اعتبار المواد المرخصه وفق منع الاشتقاق كموارد تعليميه مفتوحه؟ وهل تحتاج الأنظمة القانونية في الدول العربية لتحيين، خاصة وأن الإصدار الرابع لرخص المشاع الإبداعي يعتبر دولياً؟ أكيد، كما قلت أن بالنسبة لي وكل أعمالي مفتوحة، ولا أندرج في أي نوع من نوع الـ يعني تحديد الوصول أو الاستعمال إلى الموارد. أنا دائماً كتاباتي ونشرياتي أضعها في فقط سي سي باي، وأترك للمستفيد حرية الاستعمال كما ينبغي وكما يشاء، لاقتناعي بأن المعرفة والعلم هو مكتسب دولي عالمي، ويجب يعني توزيعه ومشاركته مع جميع الناس. بالنسبة للدول العربية، حسب الوثيقة التي لمحت إليها، وهو الوثيقة التي صدرت من اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف وحقوق المجاورة، والتي درست رغم قدمها بعض الشيء، لأنها صدرت سنة 2009، أنها أعطت لمحة عن وضعية التشاريع في الدول العربية من حيث معالجتها لهذه الظاهرة. ونعرف أن هنالك نصوص دولية تسعى إلى تأطير المسألة من حيث الخطوط العريضة، وتبقى مسؤولية الدول في تطوير التشريعات المحلية التي تستجيب إلى واقعها الحقيقي حسب متطلباتها وحسب يعني طلبات المستفيدين فيها. هنالك مبادرات جيدة حسب ما قرأت في هذه الوثيقة، مبادرات جيدة تنطلق من هذه التوصيات الدولية لإرساء مفهوم حقوق التأليف والنشر، وأيضا استعمال الإشاعة الإبداعي، لكن تبقى هذه المبادرات تنتظر شيئا من التلاؤم، حتى كما سألت في بداية الحصة الأستاذ الدكتور محمد الجمني عن إمكانية إيجاد إطار عربي يمكن فيه أن تتبادل الدول هذه الخبرات لإنشاء يعني مرجعية عربية موحدة. وبالتالي هنالك عمل كثير يجب أن يقوم به المشرع العربي على مستوى البلدان للوصول إلى المستويات التي وصلتها العديد من البلدان الأخرى في معالجة هذه الظاهرة. شكرا أستاذ دكتور مختار. لا أرى زميلتي من السودان لطرح سؤال، ولذلك سوف أطرح سؤالاً آخر لزميلتي دكتورة غادة الخياط ومن زميلنا، شكراً جزيلاً زميلنا دكتور محمد كثير الخريبي للأسئلة القيمة التي تطرحها. السؤال هو الآتي دكتورة غادة، هل هناك قياس للأثر خاصة بالنسبة للطلبة؟ وهل المبادرة مفتوحة لتشمل بلدان أو مؤسسات أخرى؟ وهل من نية لإنشاء شبكة مختبرات، ويقصد أظن دكتور محمد كثير مختبر التعلم على مستوى العالم العربي، هل هذه الشبكة التي وقع إرساؤها شبكة بين 4 بلدان، هل يمكن توسيعها لتشمل بلدان آخرين، ويقع يعني تطبيق هذه المبادرة على عدد أكبر من الأكاديميين؟ غادة؟ غادة؟ أظن غادة عندها مايكرو بروبلم. غادة؟ سوف أسمح لنفسي للإجابة في انتظار أنه غادة تلتحق بنا، لأنني كنت يعني كتبت هذه الورقة ومشاركة في كتابة هذه الورقة مع زميلتي غادة، وكنت معها في هذه المبادرة التي كانت تخص جامعتنا وجامعة سوسة وجامعة الإسكندرية. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، هل أن هذه الشبكة سوف تنفتح على جامعات أخرى؟
نعم، نحن بصدد يعني وضع يعني هذه الشبكة بطريقة مقننة، وسوف نفتح يعني الدعوة لمؤسسات أكاديمية ومؤسسات في البلدان العربية لتنخرط معنا في هذه الشبكة، ولنتعاون لإرساء العديد من المختبرات التعلم في العديد من البلدان أو المؤسسات الأكاديمية. سوف يقع يعني البابليكيشن بتاع الويب سايت في يعني في الأسابيع القادمة أو بالأحرى في الأيام القادمة، وسوف نراك طريقة يعني طريقة الاشتراك في هذه، يعني هو اشتراك يعني اشتراك أكاديمي يعني علمي في هذا النتورك للمختبرات العلمية. بالنسبة للسؤال الأول، هل قمنا بقياس الأثر على الطلبة؟ لحد الآن لا، لأن المبادرة كانت محدودة في الزمن، كانت 4 أشهر، وكنا يعني مركزين أساساً على إنتاج الموارد ويعني رفعها على المنصة، ولكن بطبيعة الحال نحن نفكر في لدينا مشروع ثاني اللي هو يعني تجربة هذه الموارد على يعني العديد من المؤسسات الأكاديمية، وأخذ نتائج هذه التجارب وإضافة يعني بعض الأدابتيشن أو يعني التغييرات اللي تكون ملائمة لبيئة التعلم لكل مؤسسة أكاديمية. أسمح لنفسي أني نسأل غادة هل هي موجودة أو لا، يمكن عندها إضافة. غادة أظن عندها بروبلم في المايك. لو في سؤال ثاني من الزملاء، لو زملاء المتدخلين يحبوا ياخذوا الكلمة، احنا فتنا الوقت ببعض الدقائق، لو كان عندكم سؤال أخير أو ملاحظة يعني مرحبا. دكتور كثير، دكتور مختار، زميلي العزيز دكتور عادل منتزيري، مقرر الندوة. وفي الحقيقة يعني فقط كلمات للشكر للقائمين على هذا المؤتمر، وشكر لك شخصيا والأخ العزيز الدكتور عادل المقرر هذه الجلسة، وفقط يعني كذلك أختم فرصة لشكرك أنت ودكتورة غادة للمبادرة القيمة التي قمتم بها، وهي في الحقيقة مبادرة أعتبرها أنا من المبادرات التي يجب أن تنجح، لأنها نوعا ما تغرد خارج السرب في وطن العربي، إذ أنها مبادرة تأتي من الأسفل إلى الأعلى، يعني bottom up، ليست مبادرة يعني مؤسسية تأتي من الوزارات أو من السلطات أو من المؤسسات، بقدر ما هي مبادرة يعني نابعة من الشغف ويعني الاهتمام بموضوع التعليم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة. وأتمنى لكم كل النجاح، ونتمنى أن نراها تعمم في الحقيقة في كل الدول العربية وفي المؤسسات الجامعية وبقية المؤسسات الأخرى. كذلك أود أن أشكر زميلنا الأستاذ الدكتور مختار، وفي الحقيقة هو يعني يقول أنه ليس متمرسا في اللغة العربية، وأنا في الحقيقة يعني تفاجأت، يعني كنت أنتظر في الأول عندما قال أنه لا يتقن كثيرا أو له فترة يعني لم يتحدث باللغة العربية، وفي الحقيقة تفاجأت مفاجأة سارة بطبيعة الحال على يعني مستوى المداخلة ومستوى اللغة العربية المستخدمة. فشكرا لك أستاذ دكتور مختار، ونتمنى يعني أن نتقابل في لقاءات مستقبلية وأن نتبادل هذا الحب وهذا الشغف للبحث والتعليم والموارد التعليمية المفتوحة. شكرا. شكرا زميلي دكتور كثير، دكتور مختار ودكتور عادل. شكرا دكتور كثير، تسعدني جدا هذه الشهادة، رغم أني في قراري نفسي لست مقتنعا وأنا أستحق أو يستوجب أو
تنقصني بعض التمارين الأخرى في التمكن من اللغة العربية خاصة في الإلقاء. ربما ليست لي إشكاليات في الكتابة، أكتب جيدا حسب رأيي، لكن في الممارسة الشفهية هي أظن أنه هي المداخلة الثانية بالنسبة لي باللغة العربية. كل عملي هو بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالإسبانية، واللغة العربية تأتي في المرحلة الثالثة أو الرابعة للأسف، وأعد أنني سأعمل جاهدا على تحسين هذا المستوى في الإلقاء باللغة العربية. وشكرا على كل على هذه الفرصة، وأنا معتز جدا بالتعرف على الكثير من المتداخلين، وأرجو أن تتكثف هذه المبادرات للتجربة المشتركة، وسأكون سعيدا جدا في المشاركة والمساهمة معكم في أي عمل لاحق في هذا المجال. وشكرا. شكرا دكتور مختار. دكتور عادل. شكرا مختار محمد كثير، شكرا للحضور على الأسئلة البناءة، شكرا على النقاش، وإن شاء الله في فرصة قادمة. أكيد ما أنت نسيت الدكتور محمد جمني والأخت غادة والأخت سودان على التقديم الذاتي والوفي، وإن شاء الله ما أنت في فرص قادمة ما أنت نحاول تكون وأنت عندنا ما أنت إضافات بناء. شكرا جزيلا دكتورة ليليا. شكرا دكتور عادل. مش عارفة الدكتورة غادة ما التحقت بنا ولا لا، أظن عندها مشكل في النتورك. أختم هذه الندوة بشكركم جزيل الشكر أصدقائي وزملائي الأعزاء لمداخلاتكم القيمة. شكرا جزيلا للندوة للمؤتمر العالمي للتعليم المفتوح، يتيحت لنا الفرصة أن نقوم بندوة باللغة العربية للموارد التعليمية المفتوحة وبناء القدرات. تعرفنا على مداخلات قيمة جداً، وأظن أنه لازمنا أن نشتغل مع بعض، يعني نكثف مجهوداتنا للمزيد إثراء يعني التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح في منطقتنا، منطقة العربية، ويعني تشجيع المتعلمين على التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نتقابل في مشاريع بحثية أخرى وفي مؤتمرات علمية أخرى. إلى اللقاء، تصبحون على خير. Hello, Dr. Lilia. Yes, we've finished. So thank you very much. You're very welcome. Wonderful exchange. You closed off, you paused the recording? I did not stop the recording. Could you please stop it? Someone else must have just stopped it because it wasn't me. It was after 11:30. I'm sorry. I'm not sure. Maybe it was one of your co-hosts who did that. Okay. So it was stopped. Because we ran a few minutes over the two and a half hours. So I apologize for that. But I know that it was recording as of 11:30. Sorry, my time. So no problem. So thank you very much for giving us this opportunity to get to have a webinar in Arabic language in this conference. And hope that it was successful. Let's say. Yes, I'm sure it did record. It was a pleasure to support you. And I will end it now. Do you want to save the chat window before I end the webinar? I will say, Salama. Oh, thank you very much. Okay. It's okay. All right. Hello. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Have a wonderful Have a nice evening. Yes, you too. Bye-bye. Bye.